اهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي الليله. الاهلي الليله حلقه مميزه جدا، حلقه خاصه، عندنا اخبار كتيره جدا هنتكلم فيها وعندنا امور مهمه، لكن خليني ابدا وارحب بزميلي امير هشام. مساء الفل يا امير. يا مساء الفل عليك يا بوب، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله. في الحقيقه النهارده هيكون عندنا العديد من الامور الهامه جدا اللي بتهم كل جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. في البدايه بس خليني اتكلم عن الفقرات اللي هتكون معانا في حلقه النهارده قبل ما اروح لزميلي ايهاب الخطيب، وخبر هيكون مهم جدا من خلاله اكيد هيقوله بعد ما نقول فقرات الحلقه النهارده. أول فقرة هتكون لزميلي العزيز أستاذ إيهاب الخطيب، هيستضيف فيها لاعب الأهلي السابق ونجم النادي الأهلي السابق كابتن حمادة مرزوق للحديث عن بعض الأمور بالتحديد عن النادي الأهلي قبل الموقعة المهمة جدا أمام فريق وفاق ستيف إن شاء الله يوم الثلاثاء، اللي نتمنى إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق بالنسبة للنادي الأهلي في هذه المباراة ويتخطى عقبة وفاق ستيف عشان يوصل للنهائي. ومش بس الهدف بس إن احنا نوصل للنهائي، طبعا كالعادة الهدف هو الفوز بالبطولة الغايبة عن النادي الأهلي خمس مواسم، وده كتير بالنسبة لنا، فان شاء الله هتكون فقره حواريه مميزه جدا. الفقره الثانيه هكون معاكم وهيكون فيها بعض الاجزاء المهمه، فيها فقره خاصه بجمهور النادي الاهلي، ايه سر عظمه النادي الاهلي من وجهه نظرهم، ايه الهدف اللي ما ينساهوش بالنسبه للنادي الاهلي اللي احتفلوا بيه بشكل كبير جدا. احنا عندنا العديد من الاهداف بصراحه بالنسبه للنادي الاهلي على مدار التاريخ بشكل عام، كانت عملت فرحه كبيره جدا لكل مشجعي النادي في كل مكان. ايضا الفقره الثانيه هيكون معانا فقره اسعد ليله، ودي هتكون فقره ثابته كل سبت ان شاء الله من خلال استضافه نجم، هيكون معاه تقرير نجم كبير عشان يقول لنا ايه اسعد ليله في حياته من خلال مسيرته مع النادي الاهلي. النهارده هيكون معانا التقرير مع الكابتن الكبير جدا كابتن ربيع ياسين نجم النادي الاهلي منتخب مصر السابق، بالتالي هتكون فقره مميزه جدا. طيب والفقرة الرابعة أيضا هتكون من داخل النادي الأهلي، وعلشان نشوف كل ما يدور داخل أسوار النادي الأهلي في مختلف فروعه، بالتحديد النهاردة هنتكلم عن فرع الشيخ زايد وبعض التقارير اللي كانت متواجدة هناك واللي عملها طبعا زمايلنا الأعزاء من خلال تواجدهم في مقر النادي الأهلي في الشيخ زايد. الفقرة الأخيرة وهي هتكون خاصة بالأهلي في كل مكان، هنتابع كل النجوم سواء مدربين لاعبين من أبناء النادي الأهلي بيتألقوا في مختلف الملاعب العالمية بشكل عام سواء العربية أو العالمية، فأكيد أيضا هتكون فقرة مميزة جدا. وبعد كده هيكون طبعا في الكابتن خالد العوضي ومعاه بعض النجوم الكبار للحديث عن الألعاب الأخرى، بالتالي إن شاء الله هتكون حلقة دسمة ومميزة جدا من حلقة الأهلي الليلة النهاردة. نروح سريعا لزميلي إيهاب الخطيب عشان يقول لنا خبر هيكون مهم جدا. اتفضل يا بوب. أمير طبعا ببقى مبسوط وانت معايا دايما، وعايز اقول لك مبروك فرح اخوك ومبروك لهشام بيه، فرح جميل يعني وكان يوم سعيد وربنا يسعدكم دايما. عايزين نبدا بقى النهارده كده قبل الخبر اللي انت تقصده، خلينا ناخد سريعا بيان مهم من اللجنة الأولمبية المصرية، اصدرت قرار او بيان الان احنا هنقراه زي ما هو كده في خمس بنود، ملخصه إيقاف رئيس نادي الزمالك موسمين، إيقاف رئيس نادي الزمالك سنتين. بيان اللجنة الأولمبية المصرية، لقد قالت اللجنة الأولمبية المصرية على نفسها بمساعدة خلاقة من جامعاتها العمومية على إعادة البناء الأخلاقي والقيمي وإعادة السلوك القويم إلى مضمار الرياضة المصرية، وفي سبيل تحقيق هذا الغرض فقد دعت اللجنة الأولمبية المصرية إلى جمعية عمومية غير عادية السبت الموافق 20/10/2018. كان من ثمرها القرارات الآتية: أولا، قرارات الجمعية العمومية غير عادية للجنة الأولمبية المصرية اعتماد كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة اللجنة الأولمبية لمواجهة تجاوزات السيد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وكذلك اعتماد قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لوقف نشاط السيد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لحين انتهاء التحقيق معه بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الإدارة. وفي حالة امتناع نادي الزمالك عن تنفيذ هذا القرار يعتبر النشاط موقوفا تلقائيا في الاتحادات المعنية، وتعتبر موافقة الجمعية العمومية على ذلك بمثابة موافقة الاتحادات المعنية على هذا القرار على أن تقوم بإخطار اتحاداتها القارية والدولية في إطار التزام هذه الاتحادات المنتمية للحركة الأولمبية المصرية
بالمواثيق والمعايير الدولية تنفيذا لنص المادة 84 من الدستور المصري. ومع ذلك وحرصا على الجمعية العمومية ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، تمت الموافقة على السماح لفرق النادي الزمالك باللعب على ملعبها حتى تاريخ 28/10/2018، وهو تاريخ التحقيق مع رئيس نادي الزمالك، والذي نأمل الامتثال لهذا التحقيق حرصا على مصلحة لاعبي النادي، وإلا سنضطر آسفين للرجوع للقرار السابق بمنع إقامة المنافسات على ملاعب نادي الزمالك. ثانيا، قررت الجمعية العمومية غير العادية اللجنة الأولمبية المصرية اعتماد مذكرة الشؤون القانونية والمعتمدة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته رقم 7 بتاريخ 11/2018، والتي انتهت إلى الآتي: 1. اتخاذ الإجراءات القانونية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي لإسقاط عضوية السيد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للانتقاء شرط حسن السيرة والسمعة عملا بنص المادة 21 من القانون رقم 71 لسنة 2017 الصادر من شأن الرياضية، ونص المادة 27 بند رقم 3 من القرار رقم 50 لسنة 2017 الصادر بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك القانونية والسارية المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 197 تابع به في 20 أغسطس 2017. 2. مخاطبة السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة للنهوض بالتزامه القانوني بإنفاذ نص المادة 53 من القرار رقم 605 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 628 المؤرخ في 1/8/2018 الصادر بشأن اللائحة المالية الموحدة للأندية في شأن المخالفات المالية لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على أن تتخذ الإجراءات القانونية للتنفيذ فورا. ثالثا، قررت الجمعية العمومية غير العادية اللجنة الأولمبية المصرية بالإجماع والموافقة على تفويض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في اتخاذ التدابير والإجراءات التي تتوافق مع الدستور وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والمواثيق والمعايير الدولية ومدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية، بما يكفل توفير مناخ يتلائم مع القيم والأخلاق الرياضية في صدد إشكالية رئيس نادي الزمالك وغيره من أي حالة من حالات الخروج على القيم والأخلاقيات الرياضية التي قررتها مبادئ الحركة الأولمبية، واعتماد كافة القرارات الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية للرد على التجاوزات الصادرة من السيد رئيس نادي الزمالك، وآخرها إيقافه بصفته رئيسا لنادي الزمالك لمدة 2 عامين عملا بأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية. رابعا، قررت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية الموافقة على توجيه خطاب إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية يدين التصرفات الصادرة من السيد رئيس نادي الزمالك مستغلا للحصانة البرلمانية على غير ما قررت له كغطاء غير قانوني للإفلات من المساءلة القانونية جراء ما ارتكبه من جرائم سب وقذف طالت الهيئات الرياضية الدولية والهيئات الرياضية المصرية ورموز الرياضة، وعلى رأسهم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل الحركة الأولمبية في مصر. خامسا، قررت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية الموافقة على تشكيل وفد من أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بصفتها أعلى جهة رياضية في مصر لمقابلة السيد المستشار النائب العام الموقر لاستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة بشأن تجاوزات رئيس نادي الزمالك، ولمخاطبة معالي الدكتور رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عنه ليتسنى إنفاذ القانون. هذا البيان هو بيان اللجنة الأولمبية بالكامل بكامل أعضائها وبحضور كامل أعضائها، وافقت على هذا البيان وعلى إيقاف رئيس نادي الزمالك 2 سنين وعلى استكمال كل القضايا المطروحة والذهاب للنائب العام والذهاب لرئيس مجلس النواب لرفع الحصانة على أن تمارس كل فرق الزمالك مباراتها على ملعبها حتى يوم 28/10، وهذا الموعد
هو موعد التحقيق مع رئيس النادي، وإذا لم يحضر يصدق على كل طبعا القرارات بما فيهم الإيقاف. كمان المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية أعلن أن من حق رئيس نادي الزمالك أنه يتظلم على هذه القرارات. ده بيان مهم أمير من اللجنة الأولمبية المصرية. يعني بصراحة أكيد ما كناش نتمنى لنادي كبير جدا زي نادي الزمالك، أكيد نادي كبير وأحد أقطاب الكرة المصرية، كنا نتمنى أن الأمور بالنسبة لكم ماشية بشكل جيد. بس أنا عايز أسألك سؤال يا بوب. اتفضل. كده مين اللي يكون أو مين اللي يمضي على الأوراق الخاصة بالنادي أو حاجة؟ نائب الرئيس على طول هاني العتال ولا هيكون حد تاني؟ طبعا احنا امير في البدايه لازم نقول اللي احنا قرينا البيان زي ما هو بالظبط بتاع طبعا اللجنه الاولمبيه، ومش هنعقب عليه كتير. لكن ارد على سؤالك، في حاله استمرار القرار ده يكون ساري، هيبقى النائبين المستشار احمد جلال ابراهيم والاستاذ هاني العتال ومجلس اداره هم اللي بيديروا نادي الزمالك. خلينا بقى نروح بالخبر الثاني امير واللي معانا المهم. اللجنة القانونية بالأهلي تجتمع للرد على كل من تجاوز في حق النادي الأهلي. طبعا زي ما انتم عارفين في الفترة اللي فاتت مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب شكل لجنة قانونية للرد على الصوت العالي وكل الاتهامات من كل الاتجاهات وكل من أخطأ في حق النادي الأهلي وفي حق مجلس إدارته وفي حق الكيان الكبير. في لجنة بتفرز كل الكلام ده، واللجنة القانونية اللي شكلها مجلس الإدارة هتكون برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتمعت يوم السبت لبحث كافة الملفات المتعلقة بتجاوزات في حق النادي، وده هيكون بقى في اجتماع تاني مجددا يوم الأربعاء لمواصلة عملها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية. النادي الأهلي لا بتاع صوت عالي ولا بتاع تراشق ولا بيسيب حقه. نادي الأهلي لا بتاع صوت عالي ولا تراشق ولا بيسيب حقه. فبالتالي أمير هيكون في لسه اجتماعات للجنة القانونية، والفترة الجاية هيكون في أكتر من اجتماع حتى يتمكن النادي الأهلي من حفظ حقوقه قانونيا يا أمير. الانتصار دايما يا بوب بيبقى للأخلاق والمبادئ، ده شيء معروف دايما. طيب خلينا نروح لجزئية مهمة جدا وهي خاصة برعاية ملابس النادي الأهلي. البعض قال إن الموضوع هيبقى أو كان شايف الموضوع ممكن يبقى أزمة بالنسبة للنادي الأهلي بعد فسخ عقد شركة سبورتا اللي كانت بتقوم برعاية ملابس النادي الأهلي. النهارده خلاص بشكل رسمي النادي الأهلي بيعلن إسناد رعاية ملابس قطاع الكرة لشركة أمبرو الإنجليزية، وهي شركة طبعا غنية عن التعريف، يعني ماسكة عدد كبير جدا من الأندية على مستوى العالم، حوالي 120 نادي في إنجلترا. أبرز الأندية دي يعني إيفرتون، هادرسفيلد اللي بيلعب فيه رمضان صبحي، بورتسموث، هال سيتي، في عدد كتير، وويستام كمان، وفي أيضا في ألمانيا شالكا وبعض الأندية، وفي هولندا إندهوفن، وفي البرازيل عدد كبير جدا من الأندية. فأعتقد النهارده ده كان قرار مهم جدا. لجنة التسويق شافت الأنسب كان إيه وأسندت الملف بالكامل لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي خد قرار النهارده بإسناد طبعا رعاية ملابس قطاع الكرة بالنسبة لشركة أمبرو الإنجليزية. ويعني مش أزمة خالص يا بوب، يعني لما حد يفسخ عقده مع النادي الأهلي، النادي الأهلي مش هيغلب، يعني هيلاقي أكتر من شركة بتحاول تسعى إن هي ترعى ملابس النادي الأهلي أو أي شيء يخص النادي الأهلي بشكل عام. أمير أكيد اسم كبير وبراند كبير طبعا، محاط بملايين المعجبين حول العالم، اسمه النادي الأهلي. لما النهارده يطرح التيشيرت بتاعه ويتكلم على شركة تكون مسؤولة عن الملابس الرياضيه للنادي الاهلي، امبرو دي مش جديده على النادي الاهلي، يمكن في الثمانينات لو شفنا كده مباريات الكابتن محمود الخطيب الكابتن بالزبط ربيع ياسين والجيل الذهبي هنلاقي برضو كانوا لابسين امبرو، ودي شركه انجليزيه كبيره بتلبس 120 فريق على مستوى العالم. وطبعا الظروف للجميع ربما لا تتاح الظروف للجميع الاستمرار مع النادي الاهلي لاي اسباب، ايا كانت اسباب ماليه اقتصاديه، عقد انتهى، ايا كانت الامور، لكن في النهايه عندك أكتر من مصدر جاي لك، عندك أكتر من شركة جاية بتعرض، عندك شركات عالمية كبيرة، الاسم الكبير اللي زي النادي الأهلي بتتوفر له كل الأمور، وبالتالي وقع الاختيار على أمبرو، أكيد اختيار مميز جدا، وإن شاء الله تكون الفترة الجاية نشوف بقى تصميمات الحديثة. وزي ما بقول لكم 120 يعني فريق على مستوى العالم من نجوم العالم الكبار بيرتضوا هذه الماركة الإنجليزية الشهيرة. وللحديث أمير عن انجلترا بقى والدوري الانجليزي، بشرت خير النهارده مباراه مهمه شغاله، يمكن دلوقتي في الدقيقه تقريبا داخلين على الدقيقه 40، ليفربول وهيدرسفيلد،
تقدم ليفربول بهدف في الدقيقة 24 بقدم محمد صلاح. محمد صلاح يعود من جديد صانع البهجة وصانع السعادة، واعتقد كل الناس متابعة واحنا كمان متابعين ومن عشاق صلاح أمير. طبعا محمد صلاح نجم كبير جدا بالنسبه لنا كلنا كمصريين، ورافع اسم مصر دايما في المحافل الدوليه بشكل عام. الهدف الرابع ليه النهارده في مرمى هدرسفيلد الانجليزي اللي بيضم رمضان صبحي، بس رمضان صبحي خارج القائمه خالص لان احنا عارفين الفتره اللي فاتت كان مصاب لفترات كبيره. لكن الاهم محمد صلاح ان هو يعود للتالق ويعود لتسجيل الاهداف. هو هداف البريمير ليج السنه اللي فاتت برصيد 32 هدف، بخلاف طبعا 10 اهداف اللي احرزهم في التشامبيونز ليج والاهداف اللي احرزها في بطوله كاس انجلترا. واكيد يعني وصل حوالي حاجه 40 هدف السنه اللي فاتت محمد صلاح، مش لازم يوصل لنفس التارجت ده، بس على الاقل يحقق عدد كبير من الاهداف ان شاء الله السنه دي. لو جاب حاجه 20 هدف هيكون شيء مميز جدا. عودته للتالق يا بوب اكيد شيء جيد جدا بالنسبه لمحمد صلاح عشان ترفع من عنه الضغوط اللي كانت عليه خلال الفترات اللي فاتت، والكلام الكتير ان محمد صلاح مش في مستواه، مش نفس اداء الموسم الماضي. اعتقد النهارده هدف هيكون مهم جدا في مسيره محمد صلاح هذا الموسم بالتحديد مع ليفربول. 50 هدف في الدوري الانجليزي، دي محصله اهداف محمد صلاح بهدف اليوم، وان شاء الله لسه قدامه، وبرضه يبقى بيحافظ على نفس الموسم الماضي بالظبط بفارق هدف عن نفس التوقيت السنه اللي فاتت، عشان الناس اللي بتستعجل يا امير. واعتقد انك معاك تليفون مهم. اكيد طبعا يا بوب، يعني اكيد ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق بالنسبه لمحمد صلاح خلال الفتره اللي جايه. طيب خلينا نروح سريعا لزميلنا مراسل قناه النادي الاهلي شريف شعبان عشان يطمنا على فريق النادي الاهلي اللي كان عنده مران طبعا النهارده، مران مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي في اطار استعداد قبل السفر ان شاء الله بكره للجزائر علشان مباراه توفاق ستيف. يا شريف مساء الفل عليك. نور زميلي امير، ومساء الفل عليك وعلى استاذنا الكبير استاذ ايهاب الخطيب، ومنورين واخر فياك. ربنا يخليك حبيبي يا شريف. طمنا طبعا على الفريق النهارده، مران كان مهم جدا صباحا بالنسبه للنادي الاهلي قبل السفر ان شاء الله بكره، والدعوات كل المصريين اكيد مش اهلاويه بس في رحله النادي الاهلي للجزائر ان هو يعود منتصر ان شاء الله. قول لنا كل كواليس المران النهارده يا شريف. طبعا دعواتنا ودعوات كل مصر اكيد طبعا لتحقيق الاهلي نتيجه ايجابيه باذن الله والصعود. يمكن النهارده التمرين بدا في الساعه ونصف صباحا، مستر باتريس كالدرون والكابتن محمد يوسف والكابتن سامي قمصان وباقي الجهاز يمكن عملوا اجتماع في الملعب استمر حوالي 10 دقائق، حسوا فيه اللاعبين على اهميه مباراه وفاق أصيف المقبله، واتكلموا في نقاط القوه طبعا ونقاط الضعف لفريق الصيف. يمكن لعيب الفريق كان النهارده بدايه التمرين تدريب بدني شاق شويه مع مستر لانجمان وحسين عبد الدايم، يمكن رغم مشقه التدريب ولكن كانت الترفيه وروح المرح في الفريق في اثناء التدريبات الجماعيه او الاحمال بالاخص كانت ممتعه جدا، واللعيب قضوا التمارين بكل حسم وبكل قوه بيعلنوا جاهزيتهم جاهزين المباراه الهامه. بعد التمرين البدني طبعا عمل مستر باتريك كاتيرون كذا تقسيمه، تقسيمه كبيره تقسيمه صغيره المدافعين والهجوم حاجات تخصصيه، يمكن وجرب تشكيل جرب تشكيلين استعد لكل حاجه. على الجانب الاخر كان بيجرى محمد نجيب وجونيور اجايي تدريبات تاهيليه طبعا في الجيم وفي الملعب، الكابتن مصطفى كمال، ثلاث حراس شريف اكرامي شناوي علي لطفي يمكن تدريبات شاقه ليهم، وبعد كده انضم علي لطفي والشناوي لتدريبات الكره، وشريف اكتفى بعد كده هو في اللفه حوالين تراك الملعب. يمكن طبعا احمد علاء امبارح ما شاركش، النهارده شارك بقوه، كان عنده اصابه خلاص شفي منها تماما. ها خالص تماما وشارك بقوه النهارده كويس. كمان شارك سليف كوليبالي ووليد ازارو النهارده، امبارح ما كانوش مشاركين، النهارده شاركوا وانتظموا في التدريبات وظهروا بكل قوه طمئن كل اللي كانوا متابعين لتمرين النهارده. هو بس اللي كان قلق في التمرين شويه ان فتحي طمني يا شريف بالتحديد على احمد فتحي، لان سمعنا اصابه كدمه قويه في الركبه، عايزين نعرف الامور هتبقى ماشيه ازاي بالنسبه لاحمد فتحي، وهل ممكن يلحق المباراه ولا لا؟ الكدمه هي خبطه في الركبه، فانت الركبه وارمي تمام. التشخيص المبدئي مفيش حاجه، ولكن ورم الركبه دوت بيقلق شويه طبعا، يعني محتاجين يوم او يومين بكتير قوي يعملوا تيست، فهي هيسافر بكره معاهم عادي بشكل طبيعي جدا تمام، وهناك بقى هيقرروا. بس من يعني
توقعي متوقع ممكن باذن الله باذن الله يكون موجود ويشارك كمان النهارده، كان مقدم تمرينه هايله جدا 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 جدا، وباذن الله ربنا هيكرمه. ولو لا قدر الله في حاجه عندنا لاعب كبير هو محمد هاني، اكيد طبعا ان شاء الله مستقبل النادي الاهلي، اكيد طبعا طبعا. زي ما قلت لك خلصوا بعد كده تدريبات، ومستر كاتيرون عمل فقره تدريبيه ركلات ترجيح يمكن تالق فيها معظم الفريق، يمكن كل اللاعبين تالقوا في احراز ضربات ترجيحيه او ضربات الجزاء، يعني متالقين فيها جدا. وفي الاخر ضربه كده هو شاطها مستر باتريس كاتيرون في الشناوي وجات جول بشكل شيك، يعني هو شكله لعيب كبير مستر اكيد طبعا راجل لعب في مستويات عاليه جدا ولعب في انجلترا وفرنسا، اكيد ده كان راجل لعيب كبير جدا يعني. لعيب كبير باين عليه فعلا، وممكن بعد انتهاء التمرين بيتوجهوا اللعيبه عشان خاطر التمرين بيبقى الصبح لمطعم النادي علشان خاطر يبقى فيه وجبه غدا. ما فيش احسن من كده بقى لما تلاقي رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب معاهم على الغداء وبيحسهم على المباراه وفاق سبيك وبيتكلم معاهم عن المباراه، يمكن كانت جلسه مهمه جدا واكيد كان ليها اثر ايجابي يا شريف على لاعبي النادي الاهلي قبل السفر بكره اكيد طبعا. جدا جدا جدا، عاوز اقول لك الجلسه ديت فرقت مع اللاعبين بشكل كبير جدا. اللاعبين صور معانا طبعا من جلسه كابتن بيبو النهارده مع اللاعبين، اتفضل يا شريف. طبعا صور حصريه لقناه النادي الاهلي. تمام. اللاعبين خارجين من الجلسه سعداء جدا، اللي قعدوا مع رئيس النادي الاهلي كابتن خطيب واتكلموا على المباراه، وكلهم وعدوه ان هيعملوا مباراه قويه جدا في الجزائر عشرفوا الكره المصريه قبل الكره الاهلاويه باذن الله. ان شاء الله بنطمن جماهير الاهلي باذن الله الاهلي قادر على تحقيق فوز باذن الله في الجزائر باذن الله. ان شاء الله. شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، واللي في الحقيقه قال لنا كل التفاصيل الخاصه بفريق النادي الاهلي قبل السفر غدا ان شاء الله علشان مباراه وفاق سيف يوم الثلاثاء الجاي، مباراه غايه في الاهميه. كلنا ان شاء الله بندعي للنادي الاهلي ان يكون موفق، نتيجه اعتقد مريحه بالنسبه للنادي الاهلي نسبيا. طبعا المباراه لسه تبقى في الملعب، ملعب صعب شويه، نجيل صناعي كمان، حضور كبير جدا من جمهور وفاق سيف اللي دايما بيكون متحمس بشكل كبير جدا وعندهم امال وبيخلقوا لنفسهم كمان بعض الامور التفاؤليه قبل هذه المباراه. فبالتالي ان شاء الله نتمنى كل التوفيق يكون حليف النادي الاهلي في مباراه يوم الثلاثاء القادم اياب نصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. طيب بعد الفاصل ان شاء الله هنرجع على فقره حواريه مهمه جدا للاستاذ ايهاب الخطيب، طبعا هتكون فقره هامه للغايه مع الكابتن طبعا نجم النادي الاهلي السابق كابتن حماده مرزوق. استنوا هذه الفقره بعد الفاصل. اهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا من جديد بعد فاصل على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي ليله، واولى فقراتنا الحواريه. فقره الحوار النهارده هي فقره مميزه جدا مع لاعب ونجم من نجوم النادي الاهلي اللي ادى بشكل كبير جدا واللي كان ليه علامه مع كل جماهير النادي الاهلي في المباراه الشهيره لما النادي الاهلي لعب الزمالك بيقول عليهم بقى ايه الشباب الجدد، وقدر النادي الاهلي يكسب نادي الزمالك بالعتاوله الكبار، وكان صاحب لمسه الهدف الاول في هذه المباراه، وعنده مفارقات وعنده حواديت كتير جدا، واحد من جيل كره قدم كبير جدا في النادي الاهلي. النهارده واحنا بنتكلم بقى عن استعدادات النادي الاهلي والسفر لوفاق سطيف و الامور اللي خاصه النادي الاهلي لازم يكون معانا واحد من نجوم النادي الاهلي، عشان كده نتكلم في امور مهمه. الكابتن حماده مرزوق منورني ومشرفني. ربنا يبارك فيك، اهلا بيك وانت اللي منور دايما. ربنا يخليك يا كابتن. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله، وحشنا والله. ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. ابدا معاك منين؟ من امبرو. من امبرو. امبرو خلاص. انت من الاجيال اللي لعبت بامبرو في النادي الاهلي، والنادي الاهلي ومجلس الاداره اعتمد امبرو الماركه الانجليزيه الشهيره اللي هتكون راعي لملابس النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا يمكن من متابعتي حديثك مع امير وشركه امبرو انها تبقى مسؤول عن لبس النادي الاهلي بشكل عام، يعني رجعت بالذاكره لان كان ليها كم سنه؟
تقريبا نقول 38 سنه. بتكلم في الثمانينات. الثمانينات اول الثمانينات. 81 80 81. المفارقات الغريبه جدا واللي انا يعني سعدت بيها ورجعت بالذكريات ان اول طقم لبسته كان امبرو مع الفريق الاول ترينج. لا كان في الناشئين، انا كنت لسه في الناشئين كان امبرو بيتلبس برضه النادي الاهلي كله. فاخدت طقم كانت ترينج وشورت وفانيلا وشنطه كامله، كانت اول حاجه استلمها من النادي الاهلي كانت شركه امبرو. ويمكن الطقم ده قعد معايا فتره طويله جدا للذكرى يعني. فده للذكرى وقعد فتره طويله يعني. الكواليتي بتاعه كويس جدا انجليزي بقى جدا جدا. فانا افتكرت الموضوع ده وطبعا ذكريات جميله يعني. 120 فريق على مستوى العالم، 6 فرق انجليزيه، اكبر فرق في البرازيل يعني، ماركه كبيره وبتلبس. لكن في التوقيت اللي كنت حضرتك فيه في الناشئين كان مين بقى في الفريق الاول في النادي الاهلي اللي كانوا بيلعبوا بالامبر؟ كان النجوم كبار جدا، كابتن خطيب، كابتن مصطفى عبده، مصطفى يونس، كابتن ماهر همام، ربيع ياسين، محمود صالح دخل، طاهر ابو زيد، علاء ميهوب، زكريا ناصف، مجدي عبد الغني. لا نجوم كبار جدا، اكرامي ثابت الله يرحمه، شوبير، احمد ناجي. كانت المجموعه كبيره جدا ونجوم كبار جدا. ذكريات حلوه هترجع تاني، ولكن دايما على قدر القدر يعني. اذا كانت الماركه كبيره فاللي هيلبسها نجوم كبار ان شاء الله، ونجوم النادي الاهلي دايما نجوم كبار حقيقة. دي حقيقه. وبعدين دي كمان الماركه بتاعتها عريقه يعني، هي فيها عراقه النوعيه بتاعتها كمان عاليه جدا، واكيد هي مستمريه في استمراريه في الجوده في النوع نفسه. نعمل بقى ان شاء الله يكون التصميم والديزاين بقى حاجه كده يعني يحبها جماهير النادي الاهلي من التصميمات العريقه والتصميمات الحديثه. واروح معاك بتدريبه مهمه لفريق النادي الاهلي النهارده وغدا كده، بيحضروا الكابتن محمود الخطيب وبيحس اللاعبين قبل المباراه المهمه، وده سلوك متبع في النادي الاهلي. دي حقيقه فعلا. انا يمكن برضو لاحظت الموضوع ده، وده عاده يعني، دايما اجيال النادي الاهلي دايما مرتبطه برئيس النادي او بمشرف الكوره، وخصوصا لما يبقى الكابتن محمود الخطيب هو اللي موجود وهو اللي بيجتمع مع اللعيبه وهو بيحسهم على المكسب. طبعا اللعيبه مش محتاجه، اللعيبه كلها يعني حاسين بالموقف اللي هم موجودين فيه، وحاسين ان هي في خطوات قليله ان شاء الله ويقدروا يحققوا ويعودوا دايما ويعودوا باللقب الافريقي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. فبيبقى ده متبع دايما في الاجيال على مدار السنين اللي فاتت دي كلها، وبيبقى لها اثر كبير جدا. اثر معنوي كبير جدا جدا على الفرقه، وخصوصا ان الماتش برضو مش سهل يعني، مع فرقه مش سهله، مع بلد يمكن فيها بعض الـ 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 الحساسيه دايما في اللقاءات يعني. لكن طبعا متعودين من اجيال النادي الاهلي على مدار السنين الطويله ان الوقت اللي انت محتاج فيه لعيب النادي الاهلي بيبقى موجود، بتلاقيه دايما. الفترة اللي فاتت ومباراة الودية أمام المصرية للاتصالات، النادي الأهلي بيكسب بثلاثية. المكسب الأكبر كان من عودة المصابين يعني بدون ألقاب، وليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور وسعد سمير وكل اللعيبة المصابة، وعمرو السلال رجعت بشكل كبير، فأعتقد إن دي كانت إضافة بعيدا عن كدمة أحمد فتحي النهاردة. وبما إنه هيسافر يبقى ان شاء الله في امل لمشاركته ان شاء الله باذن الله. وطبعا يمكن كان في قلق الفتره اللي فاتت دي كلها، القلق ده زال بالماتش بتاع الاتصالات يعني. هو المكسب طبعا ما بيهمش في اي من الامور ديت، لكن هو العوده بالمصابين، وخصوصا ان هم كلهم خبرات اللي كانوا مصابين عدد مش قليل وتقل كبير جدا في الملعب، فبالتالي كان غيابهم هيأثر بشكل كبير جدا على شكل النادي الاهلي. لكن كل اطمئنا الحمد لله يعني على العوده بتاعتهم كلهم، وخصوصا ان احنا شفنا مستويات يعني زي وليد سليمان ما شاء الله يعني مستوى ثابت بشكل كبير جدا ودوره مؤثر بشكل ايجابي على مستوى الفرقه. طبعا خبرات احمد فتحي مع حسام عاشور مع المجموعه دي كلها بيدوا طمأنينه لجماهير النادي الاهلي ولينا جميعا ان شاء الله. طبعا يعني بمناسبه يعني يحصل النادي الاهلي على الخصم 35% من سعر الجمله على اي كميه اضافيه للمنتجات دي عشان امبرو. كمان بقى اعضاء الجمعيه العموميه خصم 15% على منتجات امبرو طبعا، ونفس الشركات المتعاونه معاها. فاعتقد ان الديل كبير محتاجين نتكلم عليه بشكل اطول، اكيد هنعمل عليه تقارير. لكن من كلامك شايف ان عندك ثقه، شايف المباراة صعبة،
شايف ان لعيبه النادي الاهلي في المباراه الكبيره بتكون موجوده، وزي ما قلنا اذا كانت تدريبات الفتره اللي فاتت فيها تركيز كبير بيتمرنوا الصبح، كابتن محمود الخطيب راح اكتر من مره والنهارده كان معاهم على الغلا زي ما تقول كده، يعني طبعا ظروف مرضه منعته انه يكون متواجد على رئاسه البعثه، لكن الوزير العامري فاروق ان شاء الله موجود نائب رئيس النادي، كل الامور كلها الاداريه متاحه، كابتن سمير عدلي بيسافر قبل الفريق، وبالتالي وجود بقى الجماهير والصخب والاجواء دي متعودين عليها في شمال افريقيا. تمام، طبعا الناحيه الاداريه في النادي الاهلي دي حاجه ثابته على مدار سنين طويله، يعني هو المثاليه دايما في الاداره في النادي الاهلي النواحي الاداريه كلها، دي حاجه. الحاجه الثانيه يمكن دايما الاجيال بتاعه النادي الاهلي زي ما قلت انا ان هم بتلاقيهم في اوقات انت محتاجهم، وده على مدار السنين الطويله، زائد ان هم برضو حاسين بالموقف وحاسين بان الماتش مش هيبقى سهل. اي نعم احنا الحمد لله يعني عندنا رصيد بالهدفين دول، وكان ممكن الرصيد يزيد وكنا ممكن الاطمئنان يزيد اكتر، لكن هو طبعا لما يبقى في اجواء زي ديت النادي الاهلي ونجوم هم متعودين على الاجواء ديت، اجواء الجزائر، ويمكن برضه هيلاقوا صعوبه شويه في موضوع الملعب ان هو ترتان، وده برضه شويه هيضايقهم، لكن برضه اكيد هم عاملين حسابهم ومتعودين على حاجه زي كده. الاجواء نفسها الجماهير وده برضه عقبه ممكن بيقابلوها، لكن زي ما قلت هي ده طبيعه النادي الاهلي وده طبيعه لاعبته ان هم بيقابلوا المواقف دي كلها بمنتهى الهدوء ومنتهى الثقه ومنتهى الخبره. احنا عندنا ما شاء الله المجموعه كلها عندهم خبرات عاليه جدا بالظبط، فبالتالي كل الكلام ده مر عليهم على مدار سنين طويله جدا جدا جدا، فبالتالي عمره ما هياثر عليهم، بالعكس ممكن ياثر بشكل ايجابي. انا شايف برضو ان الجمهور الجزائر ممكن يشكل ضغط شويه على فرقه وفاء على اساس ان هم برضو يعني جمهور صاحب الارض لما هيضغط شويه برضو يعني بيضغط على 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 لعيبته اكتر برضه، وبيطالبهم بالفوز السريع والمكسب سريع، حاجه مؤثره وهيضغطهم في حته الحاجه السريعه، وده طبعا ان شاء الله باذن الله مش هيحصل، لان النادي الاهلي قادر ان شاء الله باذن الله انه يقدر يعدي المرحله دي والماتش ده ان شاء الله ويقدر يحقق المكسب ان شاء الله. رغم الطمانينه الا ان في مران اليوم مستر باتريس كارتيرون يعني ضرب اللاعبين على ضربات الجزاء، وهنا بقى ذكاء المدير الفني النهارده بيقول لعيبته انت مرتاح وان شاء الله هتكسب وهتلعب، لكن في نفس الوقت لما مرنك على ضربات الجزاء بحسسك ان المباراه لسه مش مضمونه 100% وان انت عندك مباراه صعبه ولازم تلعب مباراه قويه عشان تحافظ، وحتى لو وصلت لضربات الجزاء تكون متدرب كل الامور يكون معمول حساب. بالظبط، طبعا ده وضع طبيعي ان المدير الفني دايما بيحط كل الاحتمالات الأسوأ كمان، بيحط جميع الاحتمالات تبقى موجودة قدامه، وده طبعا نجاح وتفكير المدير الفني. أي مدير فني ناجح وفكر بطريقة عملية لازم يعمل كده، وهتلاقيه هيأكد بكرة إن شاء الله برضه في التمرين الخفيف لازم هيأكد على الحتة ديت، لأنه احتمالات إن شاء الله ما توصلش لكده، لكن الاحتمالات بتبقى موجودة دايما، لازم مستعدين في أي وضع وأي ظرف، فبالتالي ان شاء الله باذن الله يعني املين ان احنا ما نوصلش للحته دي، حتى لو وصلنا ليها ان شاء الله يبقى عندنا الكفاءه ان احنا نقدر نعدي بخبرات اللعيبه وتدريبهم دايما على الاوقات اللي زي ديت. دايما سبحان الله الامور تختلف الادارات وتختلف الاجهزه الفنيه، لكن في حاجات ثوابت. تمرين النهارده تمرين مهم، قبل السفر دايما لما في ماتش مهم الفرقه بتقف في الملعب 10 دقائق، ما هو بيتكلموا في غرف الملابس وبيتكلموا لكن في كده شكل عام بيحصل لاهميه المباراه، ويبدو ان المباراه واخده اهميه كبيره جدا جدا عند اللعيبه وعند الجهاز، وحته الوقوف قبل التمرين 10 دقائق في وسط الملعب يتكلموا ويتعادوا على المكسب، الموضوع ده مهم جدا وبيتكرر دايما في الماتشات المهمه. هو دايما برضو المديرين الفنيين اللي هم مستواهم عالي الصوره قدام مفترض ان هم دايما بيبقى المحاضره بتاعه قبل التمرين دي مهمه جدا، وخصوصا في الماتشات المهمه يعني دايما بتبقى المحاضره دي بيبقى فيها يعني بيحسهم طبعا على درجه التركيز تبقى اعلى، مفترض ان هو بيشرح لهم النهارده هنعمل ايه دي في البدايه، ثم بعد كده بيبتدي يزرع فيهم حته الثقه وحته الطموح ان احنا ان شاء الله باذن الله نقدر نحقق، وان شاء الله باذن الله يقدروا يحققوا الطموح ده، فدايما المحاضره دي بتبقى مهمه جدا جدا، وخصوصا في الاوقات اللي انت محتاج كلاعب ان انت تسمع المدرب او المدير الفني بتاعك بشكل كويس يديلك الثقه ان انت قادر ان شاء الله تعدي المرحله دي. مستر كارتيرون والفترة اللي مقضيها مع النادي الاهلي شايف اداؤه ازاي الفني مع الفريق؟
والله بص انا يعني دايما ما بحبش اسبق الاحداث وما بحبش احكم على مدرب الا بعد فتره معينه، لكن هو الواضح ان هو عنده فكر معين، يمكن شويه مختلف عن اللي قبل كده، مختلف عن المدربين اللي جم قبل كده. اول مره احنا مع المدرسه الفرنسيه، النادي الاهلي اول مره مع المدرسه الفرنسيه. وهو صاحب فكر وهو عنده فلسفه معينه في الملعب، لكن انا ما اقدرش احكم عليه. لكن هو لغايه دلوقتي ماشي بخطوات ثابته، ماشي في طريق نجاح، ان شاء الله باذن الله يكلل المجهود ده ويقدر يثبت اقدامه هو كمدير فني مع اسم كبير زي النادي الاهلي بالحصول ان شاء الله باذن الله على بطوله افريقيا، وده هيبقى عنصر مهم جدا ليه وتديله ثقه كبيره جدا في شغله خلال الفتره القادمه ان شاء الله. كابتن حماده، باتريس كارتيرون المدير الفني لما تولى المهمه كان موقف النادي الاهلي في البطوله الافريقيه صعب جدا بعد هزيمه مباراتين، عدل الدفه خالص وقدر يعني يقفل او يفنش المجموعه في مركز اول وادى بشكل كويس، كل اوائل المجموعات خرجوا الا النادي الاهلي، النادي الاهلي بيأدي بشكل جيد جدا الفتره اللي فاتت. المباراه اللي جايه يعني الكل وصف هذه المباراه في بدايتها انها نهائي مبكر، لكن على ارض الواقع يبقى شوط لم ينتهي. شايف بقى التفاصيل هناك هتكون ازاي؟ المباراه في الجزائر يعني لعيبه الاهلي عندها الخبرات الكبيره، لكن ذكرنا ان في بعض الامور منها الملعب الترتان اللي النادي الاهلي هيتمرن عليه تمرينتين وفقا للوائح الاتحاد الافريقي. هو تمام، هو في البدايه طبعا هو كان مستر كارترون كان مفترض ان هو يعني تحسب له حته التحول من ان احنا كنا في مركز متاخر وفرصنا يمكن شويه قليله، لكن هو يعني الحمد لله برضه عن طريقه او اول ما جه حول الدفه بشكل كويس. مفترض ان احنا هقاطع حضرتك بس لان هناخد مكالمه مهمه في ذات السياق، سياده الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، تحياتي لحضرتك وتحياتي الكابتن حماده مرزوق. الله يخليك كابتن ايهاب، ازي حضرتك يا ايهاب، ازي حضرتك يا فندم وكابتن حماده، اهلا وسهلا. منورين دايما النادي الاهلي. ربنا يخليك يا معالي الوزير. الله يخليك يا فندم. وحشنا جدا ورئاسه بعثه النادي الاهلي في مباراه مهمه جدا، الاهلي وفاق سطيف، وحضرتك رئيس بعثه ان شاء الله تروحوا وترجعوا بالف سلامه وترجعوا لنا ان شاء الله بالفوز والمكسب ان شاء الله. الله يخليك ان شاء الله، كده دعواتكم بالخير كده ان شاء الله، كده باذن الله رب العالمين نكون موفقين ان شاء الله باذن الله. ويمكن كان في النهارده لقاء كده ما بين رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني واللاعبين بعد التمرين بتاع الصبح. الحقيقه انا قال لهم المدى يعني المباراة المهمة دي بالنسبة لنا مباراة مهمة جدا للغاية ومدى أهميتها، وأنا لازم تكون على قدر الحدث، وأنت عارف إن لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله دايما رجالة والجهاز الفني إن شاء الله كله مقدر إن شاء الله كده زي ما إحنا متعودين يكون عندنا حالة الانضباط اللي متعودين عليها دايما، وإن شاء الله يكون التوفيق حلفنا بإذن الله إن إحنا نسعد جماهير النادي الأهلي العظيمة إن شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق يا سياده الوزير. سياده الوزير اكيد في ترتيبات معينه لبعثه النادي الاهلي، الكابتن سمير عدلي بيسابق البعثه، وان شاء الله كل الامور الاداريه وكل الامور تمشي على ما يرام في هذه المباراه الهامه. ان شاء الله باذن الله الامور كلها مترتبه بشكل طيب لراحه اللاعبين، والحقيقه كل حاجه تم متابعتها بالكامل مع الكابتن سمير والكابتن محمد يوسف، الحقيقه هم باذلين مجهود كبير جدا جدا لراحه اللاعبين والجهاز الفني، وان شاء الله باذن الله يمكن زي ما بقول كده ان يبقى في نفس اللي احنا متعودين عليه، انضباط تام، التزام تام، تحمل مسؤوليه كامله تجاه جماهيرنا العظيمه، ان شاء الله يكون التوفيق حلفنا باذن الله رب العالمين، عندنا حلم وبنجري وراه وان شاء الله ربنا هيكرم باذن الله رب العالمين. سياده الوزير بقى كمشجع اهلاوي شايف المباراه دي ازاي؟ مباراة رغم ان النادي الاهلي كسب او فاز هنا بهدفين، والنادي الاهلي متعود على هذه المباراة تقيلة، ولكن دايما بيتقال انها مباراة صعبة والاهلي ما بيتكلمش غير بعد النهائي، لكن كمشجع اهلاوي شاف هذه المباراة فنيا ازاي؟ والله المشجع ما بينفصلش عن المسؤول، يعني في الاخر زي ما قلت اللاعبين عندنا في النادي الاهلي بطبيعتهم بيتحملوا المسؤوليات بشكل كبير، ان شاء الله باذن الله رب العالمين في تركيز كامل، احنا ما بنبصش للمباراه اللي احنا لعبناها الاولانيه، عندنا مباراه مهمه، عندنا هدف استعاد جماهيرنا العظيمه، عندنا هدف ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه للنادي الاهلي ونضيف باسم النادي الاهلي دايما الخير، ان شاء
فان شاء الله بمشيئه الله باذن الله رب العالمين يكون التوفيق حالفنا باذن الله رب العالمين. طبعا الجزائر بلدنا الثاني، ضغط الجماهير وقت المباريات ده بيبقى متوقع جدا، اكيد عاملين اللعيبه طبعا عارفه ده، واكيد حضرتك رحت مباريات كبيره في هذا الشان في الشمال الافريقي وعارف قد ايه ضغط جماهير في الشمال الافريقي. متابعين الموضوع ومتابعين طبعا، وعندنا نقطه واضحه جدا اللي هي العلاقات العربيه، وان احنا ازاي بالفعل يكون عندنا التزام كامل، وان احنا نقدر المسؤوليه ونقدر الظروف اللي بتمر بيها المنطقه العربيه، وبالتالي احنا بنقدر ونحترم الحياه دوله الجزائر وجماهير الجزائريه كلها، وبنحترم الفريق اللي احنا هنلعبه. ناس طول عمرها الحقيقه ادائها قوي جدا، وناس طول عمرها ادائها بتلعب كوره بشكل طيب، وبالتالي احنا كمان الحمد لله لينا اسمنا الكبير اللي دايما الناس بتقدره وبتحترمه. كلنا هنشتغل على مباراه مهمه، وهنلعب المباراه كانها مباراه بمشيئه الله ان شاء الله. يمكن الجو هناك برضو متقلب شويه، برد مطر برد بالظبط كده بالظبط كده، وبالتالي يعني ان شاء الله احنا عاملين حسابنا على كل دوله. سياده الوزير عايز اقول لحضرتك مبروك، ولكل يعني طبعا جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي عقد الملابس الجديد امبرو، ومبروك على الفرقه الرياضيه، مبروك على النادي الاهلي شركه الملابس الجديد. والله انا الحمد لله سعيد جدا بالتعاقد، وسعيد وحابب ان جماهير النادي الاهلي تكافئ الشركه اللي بتقدر وتقدر قيمه النادي الاهلي. تمام. ويا ريت لو بالفعل كل جماهير النادي الاهلي النهارده تحط اللوجو بتاع الشركه على البوستات البروفايلز بتاعتها، نوع من انواع السبورت للشركه بوقوفها جنب النادي الاهلي، وان هي النهارده تبقى راعي ملابس النادي الاهلي في حد ذاته، ده شيء طيب، ولازم جماهير النادي الاهلي تبقى بتقدر وبتتعامل مع اللي بيقدرنا بنفس القدر الكبير. النادي الاهلي اسم كبير وبراند عالمي في قيمته وفي تاريخه وفي عراقته، فبالتالي كان من الطبيعي ان لما في حاجه زي دي اكتر من شركه، وكمان لما ترسى يعني العطاء على شركه انجليزيه بتاريخ كبير، كابتن محمود الخطيب، النجوم الكبار لبسوها، مع كابتن حماده مرزوق ضيفي برضو لبس هذه الماركه في النادي الاهلي، الماركه العريقه امبرو، فبالتالي هي ماركه عريقه جدا وماركه انجليزيه، 120 نادي على مستوى العالم بيلبسوها، منهم 6 انديه انجليزيه، وبالتالي هي ماركه كبيره وعريقه وتليق بالنادي الاهلي. هي اسم كبير، والنادي الاهلي دايما معودنا على الشركات العالميه ودايما بيتحرك على الملف ده، ولازم الحقيقه نشيد بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في الملف ده، لانه اداره الحقيقه باقتدار، ونجحنا بالفعل من خلاله خلال اداره التسويق ان احنا النادي الاهلي يحصل على حق الرعايه دي، الشركه الانجليزيه اللي بتلبس منتخب انجلترا، وبالتالي اعتقد ان شاء الله باذن الله يبقى الموسم دوت بدءا من شهر 12 يبقى شكلنا مختلف باذن الله رب العالمين ان شاء الله. سياده الوزير قبل ما اشكر حضرتك لو حابب تقول اي حاجه. بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى لقناه النادي الاهلي دايما الازدهار، وعندنا اهداف كثيره في قناه النادي الاهلي كل مدى مطلوب ان هي تبقى للافضل والافضل، دايما عندنا شيء طيب بنقدمه للشعب المصري وجماهيرنا، بنقدم لهم الالتزام الكامل، الاحترام، الحب، الانتماء لبلدنا، الانتماء لمؤسستنا، بنجتهد على ان احنا نرفع علم مصر في كل المجالات. اتمنى كل خير لجماهير النادي الاهلي، وان هم دايما يكونوا سعداء، وان شاء الله باذن الله رب العالمين نكون دايما على قدر المسؤوليه تجاه اعضاء الجمعيه العموميه وجماهيرنا الكبيره ان شاء الله. بتمنى لكم كل التوفيق. شكرا معالي الوزير، تروحوا ترجعوا بألف سلامة وكل توفيق لبعثة النادي الأهلي، إن شاء الله لا تغادر صباح الغد إلى الجزائر، تروحوا ترجعوا بألف سلامة السيد العام لفاروق الوزير السابق للشباب والرياضة ونائب رئيس النادي. أعتقد كلام مهم جدا من مسؤول كبير في النادي الأهلي. جدا جدا طبعا، يعني كلنا بنعتز بوجود سيادة الوزير عمرو فاروق، وده يعني حاجه شرف كبير جدا ان هو يبقى موجود في مجلس اداره النادي الاهلي، وبيشكل فريق متكامل طبعا لخدمه النادي الاهلي. الكلام اللي هو قاله طبعا هو مش جديد عليه، يعني واخد على الامور ديت امور الاجواء بتاعه الجزائر اللي حضرتك اشرت اليها، فبالتالي هم عاملين حسابهم بشكل كويس قوي، خصوصا ان هو راجل مسؤول، يعني هو في المقام الاول هو راجل مسؤول، كان وزير سابق، فعارف ان الامور والعلاقات بين الشعبين بيبقى ليها دور كبير جدا، وكون ان ماتش ومنافسه ده يعني بيبقى بيفصل عن حته العلاقات الطيبه ما بين طبعا الشعبين.
اكيد لفته مهمه جدا اتكلم عليها سياده الوزير العامري فاروق على العلاقات المصريه الجزائريه اللي دايما بتتسم بالخير، وان قبل كده حصلت مباراه كره قدم كله ادانها، ولكن في الاخر هي العلاقات المصريه الجزائريه والعلاقات الشقيقه، وهي مباراه قدم 90 دقيقه وان شاء الله تمشي بالشكل الامثل. لكن على وجه كره القدم ووجه الفنيات هي مباراه ليست سهله للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيطمع ان هو يخرج منها كسبان متعادل، يكون نتيجه المباراتين مرضيه للتاهل لنهائي افريقيا. ومش سهل على فرقه وفاق سطيف، لان النادي الاهلي انت بتلعب اسم كبير واسم تقيل وخبرات عاليه جدا. يعني اسم النادي الاهلي ممكن بيرعب اي فرقه، انت بقى كجمهور منافس بتشكل ضغط عليه، بتشكل مسانده للفرقه بتاعتي عشان النادي الاهلي. لكن هو في الاول وفي الاخر عارف قدر النادي الاهلي بشكل كويس قوي، وعارفين النادي الاهلي مش 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 النادي السهل اللي ممكن بسهوله لا قدر الله يخسر كده. لا نادي كبير ونادي عريق، وعلى مدار الاجيال دايما بيحقق نتائج يعني ممتازه، وخصوصا مع فرق شمال افريقيا. ان شاء الله يواصل هذه الانتصارات وهذا الاداء، ومع الامور والتطور اللي احنا فيه بشكل كبير جدا الفرق بقت كتاب مفتوح. النهارده لما تيجي تكلم واحد من الجمهور، ما تكلمش واحد فني ولا واحد مسؤول، يقول لك خلي بالك من فرقه فاق سطيف، هجومها كذا، خط ظهرها كذا، حارس المرمى كذا، فبيبقى صعب جدا. وكل فرقتين عارفين كل كبيره وصغيره عن بعضهم بشكل كبير جدا، المواجهات بتكون مفتوحه جدا، لكن بيكون فيها شغل كبير من الاجهزه الفنيه. دي حقيقه، خلاص احنا دلوقتي كله يعني حتى الانديه الصغيره بتبقى كاشفه بعضها، فما بالك الانديه الكبيره اللي موجوده على الساحه الرياضيه في افريقيا بشكل عام. ويمكن الكره الجزائريه يعني حصل لها دروب فتره، لكن هم في طريقهم لاستعاده المستوى بتاعهم، وبرضه معاهم فرق تونس، يعني هم في العوده ان هم يرجعوا بالمستوى اللي كان قبل كده تقريبا من قبل 10 سنين ولا حاجه. لكن هم مفترض ان هم فرقه برضه في الاول في اخر اسم كويس واسم تقيل في الكره الجزائريه. نتائجها ماشيه بشكل كويس جدا. البطوله دي بتلعب على قبل نهائي البطوله، مأديه بشكل رائع جدا، وبالتالي يعني حتى اداء النادي الاهلي والنتيجه اللي كانت ممكن تبقى اكتر من هدفين يعني كانت مفاجاه للاوساط الجزائريه نفسها. دي حقيقه فعلا. احنا يعني الماتش كان ممكن ان احنا نحقق مكسب اكتر ويطمنا اكتر، لكن طبعا الماتشات اللي زي ديت بتبقى محتاجه التوفيق بشكل كبير جدا، التوفيق اللعيبه في نفس يوم المباراه. طبعا بنتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله للاعيبه النادي الاهلي، ونكونوا فعلا موفقين وفايقين بلغه الكوره، ويكونوا يومهم ان شاء الله باذن الله عشان يقدروا يحققوا اللي احنا كلنا بنتمنى انه يحصل ان شاء الله باذن الله، ووصلنا للنهائي باذن الله. في الماتشات الكبيره اللي زي دي، وزي ما بقول لحضرتك الفرقتين بيبقوا كتاب مفتوح، هل ممكن لكل جهاز فني يبقى ليه تكايه كده، يبقى ليه مفاجاه، ولا خلاص الامور بتبقى محسومه، التوفيق في الملعب والاداء الخططي هو اللي بيحسم؟ لا محسومه طبعا، محسومه طبعا بالنسبه لاي مدير فني. هو زي ما حضرتك قلت ان دايما خلاص هو كتاب مفتوح، مفيش عنصر مفاجاه ممكن يحصل. هو عنصر مفاجاه في ايه؟ في طريقه لعب، في شكل معين للفرقه، لكن مش هيبقى في عنصر. هو دايما اي مدير فني، وخصوصا المدير الفني النادي الاهلي، هيجيب احسن العناصر واجهز العناصر اللي هتبقى موجوده عنده ويبتدي بيها ان شاء الله باذن الله. ممكن بقى خلال المباراه يقسم المباراه على حسب الفكر بتاعه. ده بقى اللي عايز اسمعه من حضرتك. هل النادي الاهلي وفي وسط الجماهير والزخم والاجواء اللي احنا عارفينها هيبدا بدفاع ضاغط متقدم في اول الخمس دقائق علشان ياخد حماس المباراه وحماس الجماهير، ويبين للمنافس ان هو يعني جيد كطبيعه النادي الاهلي، وطبيعه النادي الاهلي انه بيلعب مباراه مفتوحه 90 دقيقه يمشوا ازاي؟ هو من وجهه نظري هو اللعب مش هيبقى مفتوح زي ما حضرتك قلت. هو الغالب وعلى حسب تفكير برضه المدير الفني انه هيضغط على لعيبه الجزائر بحيث ان هو يعدي الفتره الاولى، وفرقه الجزائر مضغوطين بشكل كبير، وخصوصا ان احنا عندنا برضه عناصر
ليها خبراتها في حته الضغط بالزبط. وحته التعامل في مواقف اللي زي دي وحته التعامل في بدايه المباراه، لان مهم جدا البدايات بتفرق كتير جدا مع الماتشات الثقيله اللي زي ديت. فهو اكيد يعني هيحاول قدر امكانه انه يسبب لهم ازعاج وضغط على الفرقه، بحيث ان هو يبتدي يمر بالمباراه اللي هو عايزه. وزائد ان هم كل ما الوقت بيمر عليهم وبدون ان شاء الله باذن الله، اتكلمت في ضغوط جماهيريه، لما الوقت يمر اكتر الجمهور هيضغط اكتر، دي حقيقه. وخصوصا ان هم اصلا جمهور متحمس بشكل كبير. يعني بيبتدي يزوم بعد فتره معينه على فرقته، لو هو ما حصلش ان جاب حاجه او هدف، فيبتدي يعني يعمل الضغط بشكل كبير، لان هم فعلا جماهير حماسيه بشكل كبير جدا. فبالتالي ممكن النقطه ديت هتبقى عنصر كويس لبدايه فرقه النادي الاهلي في الضغط على يعني لو توقعنا سيناريو البدايه، الاهلي بيضغط بشكل كبير من البدايه، بياخد اريحيه في الضغط مع الحفاظ على المناطق الخلفيه والدفاعيه بشكل كبير جدا طبعا، والحرص الشديد على الحفاظ على شباك النادي الاهلي مع التقاط المنافس الكرات، والضغط تكون الكرات الطوليه او الهجمات المرتده تكون سلاح الاهلي لاقتناص هدف، وكده يبقى الاهلي حقق المراد من البدايه، قد يكون سيناريو المباراه. هو ده السيناريو الاقرب لانه يحصل ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي هيعتمد على حته الضغط، هيعتمد على ان هو يسحب الفرقه وهيعمل زحمه في نص الملعب، ويبتدي يشتغل على الهجمات المرتده، سرعات بقى ازارو، سرعات ازارو، سرعات الجناب، يعني كل الكلام ده مهم جدا في مغريات الماتش ان شاء الله باذن الله. ودي برضو محتاجه ان اللعيب يبقى موفق، يعني انا طبعا يعني بتمنى فعلا ان اللعيبه تبقى موفقين يوم المباراه، لان بتفرق كتير جدا في الحته دي. ضغط المباراه الفتره اللي فاتت تعرض اكتر لعيب من الاصابه، ومن كلام حضرتك واضح جدا ان طبعا مش مباراه اللي بتجهز اللعيبه اللي جايه من المصابه، المباراه اللعيبه اللي جايين من الاصابه لعبوا مباراه واحده رات المسيره اتصالات وديه، واللي حضرتك بتتمنى ان في مباراه وفاق الصيف تكون اللعيبه واقفه على رجليها وتكون في يومها بلغه الكوره. تمام. هو برضو حتى لو في لعيبه كانت بعيده فتره معينه، فهو الخبرات اللي موجوده عند اللعيبه بتعوض النقص ده. يعني واحد زي احمد فتحي لو بعد فتره فهو قادر ان هو يرجع، وبيرجع بخبراته يبتدي يعمل الفجوه اللي ممكن تبقى موجوده عنده في حته ان هو مش جاهز 100%. مثلا انا بضرب مثل، عندك حسام عاشور نفس الكلام، عندك عمرو السوليه نفس الكلام، عندك وليد سليمان نفس الكلام، فكلهم عندهم خبرات بحيث ان هو يستثمر مجهوده بشكل ايجابي جدا خلال ال 90 دقيقه. ودي برضه بتبقى رؤيه للمدير الفني، على حسب بقى ده يأدي 70 ده 75 دقيقه يبتدي يكشف الامور بشكل كويس. وانا اتمنى ان شاء الله باذن الله ان الامور تمشي مع النادي الاهلي ان شاء الله. كدمه احمد فتحي النهارده في الركبه ورم الركبه اكيد يعني عمل حاله برضه من القلق عند الجماهير، اكيد عامله قلق كبير، ولكن انه يبقى موجود ضمن قوام البعثه اللي مسافره، فان شاء الله ده واضح كده انه يقدر يشارك او يبقى فيه نسب لمشاركته، فبالتالي يكون موجود، وده حاجه كويسه. تمام. هو اصلا لو فرص وجوده في الماتش معدومه مش هيسافر، ويبتدوا يعالجوه، لكن هو الامل موجود ان شاء الله باذن الله ان هو يبقى موجود مع الفريق ويبقى الاصابه خفيفه. حتى لو لا قدر الله احمد فتحي ما بداش، فاكيد المدير الفني برضه اكيد بيعمل حساباته بشكل كويس قوي، ان بيجهز البديل، واحنا عندنا الحمد لله البديل ممكن يؤدي بشكل كويس ان شاء الله. لكن ان شاء الله باذن الله اتمنى ان احمد فتحي يبقى موجود في الملعب، لان هو برضه عنده خبرات عاليه جدا وبيفرق كتير جدا في ماتشات النادي الاهلي، خصوصا الماتشات اللي زي دي. طبعا الماتشات اللي زي دي بتحتاج اللعيبه الخبرات، ولاعيبه النادي الاهلي بقى عندهم من الخبرات الكبيره في الفتره اللي فاتت. وزي ما حضرتك بتقول يا كابتن حماده، فعلا الكابتن احمد فتحي واحد من اهم الخبرات اللي موجوده في الفريق، واللي بيأدي بشكل جيد جدا، لكن برضه تحس ان قوام الفريق كله، حتى اللعيبه حديثه العهد بالفريق الاول، كله بيكون خبرات سريعه وكله بيحتضن بعضه، وبالتالي الفرقه كلها عندها روح المسؤوليه في هذه المباراه الهامه. صحيح. وخصوصا ان اغلب اللعيبه لعبت الفتره اللي فاتت، يعني عمليه التدوير برضه وسعت شويه وشملت بعض اللعيبه اللي كانت بعاد، فابتدى يلعبهم، فالكل مش بعيد عن الملعب، يعني في وقت معين ممكن مدير فني يجي ويعتمد على 13 او 14 لعيب. لا، هي العمليه وسعت شويه. هم 13 14 لعيب في بطوله افريقيه وفي كاس وعربيه وفي الدوري وبطوله عربيه،
ومع منتخب اولمبي ومنتخب اول، فبالتالي يعني انت محتاج 40 لعيب. هو دايما قدر النادي الاهلي ان هو دايما هو بيتحمل الحته دي بشكل كبير جدا، لكن طبعا زي ما قلنا ان النادي الاهلي على مدار الاجيال اللي فاتت هو قادر ان شاء الله باذن الله على انه يقدر يعدي اي مواقف صعبه ان شاء الله، وتعدي على خير ونقدر نوصل ان شاء الله باذن الله للي احنا عايزينه واللي احنا بنسعى ليه يعني ان شاء الله. ان شاء الله الامور تعدي على خير، واتكلمنا مع حضرتك في سيناريوهات المباراه، كمان كلام مع سيادة الوزير عامل فاروق في ان الاهلي برضو شوف موضوع الطقس وموضوع الارض وكل حاجه معمول حسابها بالشكل العام. وطبعا زميلنا عمر البنوبي لسه جاي بنقول له الحمد لله على السلامه من الجزائر، وكان ليه رحله كبيره هناك، وبرضو الراجل جاي بيقول الامطار بتنزل بشكل كبير جدا، والامور يعني بالليل الدنيا برد وبتلعب على ترتان، وهم برضو بيبلوا الملعب، الترتان بيبلوه ميه، فبالتالي اكيد تدريبات النادي الاهلي هتكون على ملعب الترتان وهو مبلول ميه، لان انت لازم تلعب في نفس الظروف بالظبط يا كابتن. هي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها، حته الخبرات. تفرق كتير جدا الخبرات والاجواء، ازاي بتعامل مع الاجواء المباراه نفسها. زائد ان احنا عندنا برضو نقطه مهمه جدا، احنا هنتمرن تمرينتين مهمين جدا على نفس الملعب بنفس الاجواء، يعني مش الامر مش هيبقى بعيد. زائد اما انا برضو ما قلت حته الخبرات، وهي دي الخبرات اللي بيقدر اللعيب يتحكم في 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 في, في الشكل وفي الاجواء وفي كل الكلام ده، ويقدر يتعامل معاه بذكاء ويتعامل معاه بالسنين الكتيره اللي هو قدر يلعب فيها، والضغوط دي كلها مرت عليه، فبالتالي مش هتاثر عليه تماما. يعني ضغوط، ولكن ضغوط مختلفه تعرض ليها منتخب مصر للصالات في اولمبيات الارجنتين في المركز الثالث والرابع. الفرقه يعني بتادي بتخسر 3-0، وبعد كده بتكسب 5-4 في مباراه كبيره جدا ورومنتادا تاريخيه. والله كرات الصالات بصراحه يعني فيها متعه، يعني فيها متعه وبتشد الناس، لكن دايما زي ما احنا قلنا ان اللاعب المصري دايما عنده بالاصرار والتحدي ان هو ممكن يحول حاجه من 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 تبقى عليه تبقى ليه، فبالتالي كره الصالات عملوا يعني طفره كويسه، وان شاء الله نتمنى ان تتعمل البطولات ديت عندنا في مصر ان شاء الله، تفرق كتير جدا ان شاء الله. ممكن ننفذ بطولات يعني صالات كبيره جدا ودوريات تبقى اقوى وبتاع، وكل ده هنسمعه، لكن نبارك الاول للكابتن خالد لطيف عضو مجلس اداره طبعا الكره المصريه، وطبعا واحد من اللي بصمات بيضاء من خلال وجوده في اتحاد الكره، وكمان دوره في الكره الخماسيه والكره الشاطئيه ملف كده خاص جدا، لكن في طفره كبيره جدا، وفي منتخب بيأدي بشكل رائع جدا في الاولمبيات، وبيأدي قدام مين؟ قدام الارجنتين، وبيحصل على البرونزيه في مباراه تاريخيه. مبروك يا كابتن خالد. اهلا بيك يا استاذ ايهاب، واهلا بال كابتن حماده مرزوق، تحياتي وتحيات الكابتن حماده وكل الساده المشاهدين والمشاهدين الاهلي، والف مبروك لمصر كلها. يمكن هذا الانجاز لاول مره في تاريخ اللعبات الجماعيه على برونزيه اولمبيه، اعتقادي الشخصي ده مش فخر لكره القدم بس، لا ده فخر لمصر كلها، حصول ولادنا وجهازنا الفني الرائع على هذه الميداليه. كابتن خالد، ولا في الاحلام باللعب الارجنتين مغلوبين ثلاثيه في كره الصالات وفي الكره الخماسيه، المباراه انتهت فعلا. ايه اللي حصل؟ ايه الدافع الكبير ده؟ يعني ايه التحول الشديد اللي حصل عشان ولادنا يرجعوا وهم شباب صغيره قد يكون خبراتهم قليله جدا وبيلعب في ارض المنافس وسط جمهور الارجنتين وقلب الترابيزه؟ ده مش هقول لك مش ده اللاعب المصري، لا ده المصري الاصيل، ده الفرعون المصري اللي هو بالجهد وبالحماس وبالانتماء لبلده اللي يقدر يصنع المعجزات. يعني احنا في شهر يمكن انتصارات وشهر له ذكرى رائعه جدا طبعا، من شهر اكتوبر وانتصار 6 اكتوبر العظيم، وروح يمكن جيشنا وقواتنا المسلحه الباسله الرائعه، ويمكن من زمان وانت روح اللاعب روح الجندي وروح الشرطي وروح الشعب المصري كله، اعتقادي الشخصي ده المعادن بتظهر في اوقات الشده. يعني رغم ان احنا كنا متاخرين امام الارجنتين بثلاث اهداف ثم تحولنا للنتيجه 5-3،
يعني كان عندي ثقه ويقين بربنا سبحانه وتعالى في لعبتنا وفي جهازنا الفني ان هم قادرين على العوده مره اخرى بميداليه. يمكن حتى الظروف اللي احيطت بهذه المشاركه بعد ما قرار اللجنه الاولمبيه بعدم المشاركه ثم ضغوط الاتحاد المصري لكره القدم المهندس سامي بريده وانا مع المهندس هشام حطب مع الاستاذ شريك عريان ومع الاستاذ ممدوح الشناوي تم الحمد لله اشتراك منتخبنا الوطني لكره الصالات. لكن لا معلش يا كابتن خالد معلش النقطه دي مهمه جدا يعني هذا المنتخب اللي يعني دلوقتي بقى الحديث عليه عالي جدا هل المنتخب ده ما كانش هيشارك يا كابتن خالد؟ ايوه 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 انا يعني بعد قرار عدم المشاركه بنسبه كبيره عشان كان في لعبه جماعيه اخرى هتشارك يمكن استفدنا في ربنا سبحانه وتعالى ولعبتنا جهازنا الفني. لا ده حضرتك بتقول لي كده يعني موضوع خطير جدا على الهواء ان يعني ما كانش فيه الناس مش حاطه امل خالص على كره قدم الصالات خالص وما كانش محطوط ميداليه لكره الصالات لان ما كانش محطوط ان منتخب الصالات اساسا هيشارك بالاولمبياد الارجنتين. بس انت كنت مؤمن بقى ومع اتحاد الكوره ودوستهم لان دول ولادك انت اللي مسؤول عنهم طبعاً. كنت شايف فيهم حاجه يا كابتن خالد؟ طبعا يعني خليني اقول لك ده مش جهد يوم وليله او جهد سنه او اتنين يمكن انت قريب مني جدا يا استاذ ايهاب. انا بقالي 6 سنين في هذا الملف ملف كره الصالات تمام ملف الكره الشاطئيه يمكن بكمل اللي بداه الكابتن حازم الهواري ربنا يا رب يديله الصحه حافظت عليه حاولت اتطور منه في هذا الملف الحمد لله النهارده عندك منتخب اول لكره الصالات وصل كاس العالم ودور ال 16 في كاس العالم عندك بزبط. منتخب صالات للشباب حصل على ميداليه برونزيه في اولمبياد الشباب الارجنتين عندك منتخب كره شاطئيه الحمد لله هيلعب تصفيات كاس الامم الافريقيه المؤهله لكاس العالم طبعا في شهر 12 في شرم الشيخ عملت ملف رائع جدا قدمته للاتحاد الافريقي مدينه شرم الشيخ ومصر هتستضيف هذه التصفيات ان شاء الله في شهر 12 على اراضي جنوب سيناء ان شاء الله اوعدك وانا على الهوا اهو وكلامي مسجل انا عارف ان ان شاء الله ان شاء الله النجاح القادم هو وصول المنتخب الوطني للكره الشاطئيه لكاس العالم القادم للكره الشاطئيه ايضا اول مره في التاريخ. ان شاء الله دي كل انجازات وتحسب لك وتحسب لاتحاد الكره وخاصه ان هذا الملف قبل ما تطلع يا كابتن خالد يعني ما كانش بهذا الزهو ولا الزخم ولا وما بيبقى عندنا مسؤول حاسس ان فرقه هتعمل حاجه يتمسك ويصر وفرقتك تكافئتك لان انت واثق فيها وهي واثقه فيك وتحقق انجاز تاريخي انجاز تاريخي قدام منتخب كبير منتخب الارجنتين وبرونزيه الاولمبيات اولمبيات الشباب وتدي جيل وتعمل جيل. قبل ما اختم لازم نهنئ صاحب الانجاز. صاحب الانجاز الكابتن هشام صالح المدير الفني الرائع واحد نجوم كره القدم الكابتن نادر رشاد المدرب الرائع طبعا جدا دكتور عادل الحداد كابتن هاني درويش يمكن دول كابتن حسني يمكن دول المدرب اللي موجود في كره الصالات لان دول اللي تحملوا المشقه اللاعبين الابطال اللي يمكن لعبوا وسط ظروف صعبه جدا. عايز اقول لك انت لو عرفت فتره الاعداد لهذا المنتخب بعد قصر الوقت بعد يعني تاكيدنا للاشتراك يعني تقريبا كل فتره الاعداد كانت في مصر ما لعبناش ولا مباراه وديه خارج جمهوريه مصر العربيه لكن بالروح الكبيره وباصرارهم وبحماسهم وبالجهاز الفني الرائع قدرنا نفوز بهذه الميداليه. خلينا اقول لك يعني لو كان في فتره اعداد كويسه وفي اعداد كويس ولعبت منتخبين ثلاثه على مستوى عالي اعتقد كان زماننا في التتويج الاول وليه لا مش ذهبيه الشباب والاولمبيات بهذا المستوى بفريق بيحتك فقط بفرق الصالات في مصر. انا بقول لك يمكن ده ان شاء الله بعون الله الدوره القادمه للاولمبياد ان شاء الله هنلعب على ذهبيه الاولمبياد ان شاء الله المره القادمه بعون الله. توفيق يا كابتن خالد وانجاز كبير جدا يحسب لاتحاد الكوره ولحضرتك والصالات لكن اخيرا كان في تصور ان يبقى في دوري صالات في اهلي وزمالك واسماعيلي يعني نفسنا نشوف ده هنشوف ده قريب يعني كويس ان انت فتحت هذا الملف انا بناشد من خلال قناه النادي الاهلي مجلس اداره النادي الاهلي المحترم برئاسه الكابتن محمود الخطيب الاستاذ العمري فاروق العمري الاستاذ خالد الدرندالي كابتن خالد مرتجي وكلهم اصدقاء واحباب
مش عايز انسى اسم اسم عضو 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 مجلس اداره انهم كلهم اخواتي وحبايبي. بناشدهم ان لازم النادي الاهلي ونادي الزمالك يعملوا فريق لكره الصالات ويخشوا كره الصالات في مصر. اعتقادي الشخصي خلاص هدي خبر برضه حصري. اتفضل. الاستاذ محمد مصلح رئيس مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري خلاص هيعمل فريق لكره القدم الصالات بعد فوزه ببطوله السله وبهنيه، وعدني ان هو هيعمل فريق الاتحاد السكندري لكره الصالات ان شاء الله بدايه من هذا الموسم. اتمنى مجلس اداره الاهلي مجلس اداره الزمالك طبعا ان هم يعملوا فريق كره الصالات، لان ده هيفرق جدا 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 في لعبه كره الصالات في مصر. اشكرك كابتن خالد وبالتوفيق طبعا ومن نجاح لنجاح ان شاء الله مستقبل كبير ينتظر كره الصالات في مصر. شكرا لحضرتك طبعا مداخله مهمه ومبروك لمنتخب مصر للصالات، يعني شباب مصر ادوا بشكل رائع جدا. الف مبروك طبعا ليهم. وعلى فكره الكابتن خالد من الناس المجتهدين قوي، وفعلا كان ليه دور مهم جدا في الالعاب دي حقيقة. في تخصص اصلي انت متخصص حد وبيفضل ومعاه الملف بقاله 6 سنين، فبالتالي الامر واضح. مفاجاه كبيره اعلنها على الهواء ان المنتخب ده او الفريق ده ما كانش مسافر اصلا الاولمبياد. ده انا فوجئت بالكلام اللي هو بيقوله ده مفاجاه غريبه جدا. يعني فرقه تحقق البرونزيه وهي ما عملتش فتره اعداد ولا عملوا ماتشات وديه ولا، يعني زي ما حضرتك قلت، طب الفرقه دي لو كانوا عملوا اعداد جيد ولو كانوا لعبوا ماتشات تقيله كان ايه اللي ممكن يحصل بالظبط. فيعني انا مستغرب حقيقه، لكن طبعا تهانينا للمنتخب وتهانينا للكابتن خالد، ودايما بالتوفيق ان شاء الله. ونتمنى ان كره الصالات بعد كده ان شاء الله يبقى ليها دور مهم جدا في الكره المصريه. كابتن حماده مرزوق الوقت بيمر على حضرتك بسرعه، اخيرا لو حابب تقول اي حاجه او تعقب على المباراه المهمه اللي في انتظار النادي الاهلي ان شاء الله. البعثه تسافر صباح الغد متجه للجزائر، كل التوفيق للفريق. والله انا زي ما قلت لحضرتك انا فعلا بتمنى ان شاء الله باذن الله انه يكونوا اللعيبه في يومهم ويكونوا موفقين بشكل كبير جدا ان شاء الله باذن الله. واحنا املنا في الله سبحانه وتعالى ثم في اللعيبه ان هم يقدروا يقدموا ويقدروا يرجعوا ويوصلوا للنهائي عشان نبتدي نفكر بعد كده ان شاء الله في نهائي افريقيا ونرجع بقى تاني لكاس العالم للانديه. وان شاء الله باذن الله التوفيق يكون حليفهم باذن الله ان شاء الله. توفيق يكون حليف النادي الاهلي. وحضرتك يعني اديت مرونه كبيره جدا وقلت ان شاء الله المباراه دي النادي الاهلي واخد عليها، ان شاء الله الاهلي يأديها بشكل كويس. دي حقيقه فعلا، وان شاء الله باذن الله دعواتنا كلنا دعوات المصريين بشكل عام للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يجتاز العقبه دي ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله الاهلي قادر على انه يعدي العقبه دي باذن الله ان شاء الله. اشكرك كابتن حماده، شرفتني ونورتني. انا اللي بتشرف بيك وانا سعيد جدا ان انا كنت موجود معاك. انا اللي سعيد بك. شكرا لحضرتك كابتن. طبعا دي فقرتنا الحواريه الاولى بتخلص، اتكلمنا فيها عن النادي الاهلي، مباراه مهمه جدا امام وفاق سطيف. سياده الوزير العام لفاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي دخل معانا واتكلم. طبعا هو رئيس البعثه كابتن محمود الخطيب ربنا يديله الصحه، كان عنده بعض الالام كان صعب يتواجد، ولكن كل رجال النادي الاهلي على قدم وساق في هذه المباراه المهمه اللي ان شاء الله يرجعوا لنا بالفوز والتاهل لنهائي البطوله الافريقيه. بعد الفاصل نتواصل مع زميلي امير هشام. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. فقرات برنامج الاهلي الليله لسه ما خلصتش، لسه مستمرين معاكم لحد الساعه 10 مساء كالعاده. لكن في البدايه طبعا عايز اشكر زميلي العزيز الاستاذ ايهاب الخطيب على الفقره الحواريه السابقه مع الكابتن حماده مرزوق نجم النادي الاهلي السابق، واللي اتكلموا فيها في العديد من الامور اللي بتخص فريق النادي الاهلي خلال المرحله الهامه المقبله. وبكل تاكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله خلال مباراه توفاق ستيف، هذه المباراه الهامه جدا في اياب دور نصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا، بطوله مهمه جدا. اي بطوله بيشارك فيها النادي الاهلي هي بطوله اكيد مهمه، لكن وحشتنا شويه بطوله دوري ابطال افريقيا. بقى لنا 5 سنين ما النادي الاهلي ما قدرش ان هو يفوز بهذه البطوله. السنه اللي فاتت وصلنا النهائي امام الوداد، لظروف ما النادي الاهلي ما وفقش ان هو يحقق هذه البطوله، لكن ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر من خلال بطوله هذا العام ان هو
هو يضيف البطوله رقم 9 من حيث بطولات دوري ابطال افريقيا، عشان تكون بطوله مهمه جدا من خلالها ان شاء الله النادي الاهلي يتاهل لكاس العالم للانديه. الاجواء دايما كنا متعودين عليها، رحنا 5 مرات تقريبا، كانت اجواء اكثر من رائعه، فبالتالي ان شاء الله كلنا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. بالمناسبه بكره الفريق ان شاء الله هيسافر للجزائر، تحديد مدينه سطيف اللي هتستضيف هذه المباراه من خلال ملعب 8 مايو، ملعب صعب شويه، نجيله صناعيه، جمهور قوي جدا، جمهور الوفاق طبعا حوالي 16000 او 17000 متفرج هيكونوا متواجدين في هذا الملعب، يعني هيكون ممتلئ عن اخره لان الملعب تقريبا بيسع لحوالي 17000 متفرج، فبالتالي الاجواء كلها هناك حماسيه. ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي رجاله يقدروا ان هم يتخطوا هذه العقبه الصعبه امام فريق وفاق ستيف، ومن ثم التاهل للمباراه النهائيه، عشان نشوف هنقابل مين بقى، يا اما اول اغسطس الانجولي او الترجي التونسي اللي كان معانا في نفس المجموعه وقدرنا احنا نتفوق عليه ونبقى اول مجموعه دي. في اي حال من الاحوال اي فريق يقابله النادي الاهلي يكون الاهم دايما ان شاء الله الفوز وحصد هذا اللقب الغالي. طيب دلوقتي جت ميعاد فقره مهمه جدا من ضمن فقرات برنامج الاهلي ليله، وزي ما احنا عارفين دايما بنحاول نتواصل مع جمهور النادي الاهلي، نسمع اراءه تطلعاته بالنسبه للنادي الاهلي، بعض الامور او بعض التقارير بتكون هامه من خلال جمهور النادي الاهلي، واكيد الجمهور هو رقم واحد في اي حاجه بتخص النادي بشكل عام. فبالتالي خلينا نروح نشوف تقرير مهم جدا وسؤال هذا التقرير خاص ب انت ليه اهلاوي، نروح نشوف جمهور النادي الاهلي قال ليه هو اهلاوي ونرجع مره ثانيه. الاهلي من احسن النوادي في مصر كمبادئ، كلعيبه، كاداره، كمشجعين. الاهلي ده تاريخ، تاريخ مشرف، الاهلي تاريخ 120 سنه. ده الاهلي ده في الدم كده، يعني اسمي وبعدين الاهلي، احنا شعب، يعني مش بيقول لك جمهور وكده، احنا الشعب، الشعب كله اهلاوي. الأهلي فريق يعني قوي وفريق القمة وفريق يعني من أيام الحريف الكابتن الكبير محمود الخطيب. الأهلي والله العظيم ده حب من الطفولة عامة يعني، وعشان هو نادي القرن عامة، ونادي عنده مبادئ وكل حاجة، وعظمته طبعا من تاريخه طبعا، واللي كانوا بيلعبوا فيه يعني ناس كتير كلها محترمة وعندهم مبادئ وعندهم تاريخ والكلام ده كله يعني. الاهلي ده هو حياتنا، متربيين عليه واحنا صغيرين وكده، فده روحنا من جوه ومعاه في اي حته، كل حاجه في حياتي بصراحه. الاهلي احسن نادي في الكون يعني. اسباب كتير بصراحه تخليك ان انت تكون اهلاوي، وهو اكبر الفرق في الشرق الاوسط بشكل عام، مش بس في مصر ولا في افريقيا، وفي على المستوى العالمي اكيد نادي معروف جدا، انديه كتيره دايما بتبقى موجوده وانديه كبيره بصراحه، لكن دايما انك تكون منتمي للنادي الاهلي ده فخر وشرف كبير جدا، نادي قرن في افريقيا. فبالتالي اكيد كانت اراء مهمه جدا من قبل جمهور النادي الاهلي اللي قال هو ليه بينتمي للنادي الاهلي. لسه عندنا العديد من التقارير الخاصه، لكن في الحقيقه يعني الانتماء للنادي الاهلي مش مجرد ان انت بتشجع نادي عشان فريق كوره بيكسب، بيحقق اهداف، بيحقق بطولات، كلام من ده، لكن دايما انت بتحس ان الشخصيه بتاعتك بتنطبق او هي تتشابه مع شخصيه ناديك، وده اللي بيكون سائد دايما اللي بيخليك تتجه لنادي عن اخر انك تشجعه. فبالتالي اسباب كتيره وعديده بالنسبه لكونك اهلاوي بشكل عام. طيب من ضمن التقارير الهامه جدا كمان واللي هنروح نشوفها كمان مع جمهور النادي الاهلي لسه متواصلين معاه، وهو ايه افضل هدف شفته للنادي الاهلي على مدار تاريخك وانت بتتفرج على مباريات النادي الاهلي. نروح نشوف التقرير ونرجع مره ثانيه. انا فاكره زمان وانا صغيره كان خالد بيبو كان حدث وعملنا له اغاني وكان احتفال كبير قوي اللي هو 6-1 ده. 1-1 بيبو كير، 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 بيبو كير
ابو تريكه للصفاقس في ماتش الصفاقس. لمسه من عماد متعب مرتده تصوير جول 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 4-3 الزمالك، الاهلي والزمالك في الكاس. كنت موجود وحاضر الماتش ده، تقريبا من احلى الماتشات بتاعه الكوره. عطى ليه اسامه، واسامه جول، ممكن يحط احمد وبيلعبها عرض او جول 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 جون احمد فتحي في المصري في نهائي الكاس، الجون اللي هو عامله تشيب من فوق الحارس ده، والاهلي تقريبا كسب 2-1. عماد متعب في سيوس بورت نهائي الكونفدرالية. لو لسه رمان الباصة جميلة، محاولة خطيرة سريعة والعرضية جميلة، راس في أجوان كتير، بس ممكن جون عمرو جمال في اللي جابه في الزمالك في آخر دقيقة خالص. بيكسب مساحة وفي مكان خطير وبيجري الغزال، وادي جول 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 جون أحمد الشيخ في جون الترسانة، كان جون مميز طبعا، عدنا مرحله الدور ال 32. صحه حلوه، هو جول احمد الشيخ، يحيى الاهلي يحيى الاهلي يحيى الاهلي الكبير. والله اهداف كتير جدا بصراحه النادي الاهلي قدر ان يحرزها ويسعد جمهوره بشكل عام. في اهداف تبقى مصيريه كده بتغير مسار بطوله، يعني زي مثلا هدف ابو تريكه في الصفاقسي. ما اعتقدش ان في حد من جمهور النادي الاهلي اللي عاصر طبعا هذه المباراه، لان اكيد في اجيال جديده ممكن ما يكونوش عاشوا اللحظه الرائعه دي. ما اعتقدش ان في حد من جمهور النادي الاهلي يقدر ينسى هذا الهدف، هدف تاريخي جدا بالنسبه للنادي الاهلي، بالنسبه لابو تريكه، بالنسبه لمصر بشكل عام. البطوله كان خلاص الناس مسافره رايحين تونس، وجمهور النادي الاهلي كان عنده حاله من الاحباط بعد التعادل الايجابي في استاد القاهره بنتيجه 1-1. بالتالي كان الناس مسافره، الفريق بالتحديد او مستر مانويل جوزيه او كابتن حسن حمدي كمان اللي كان مرافق لبعثه النادي الاهلي كرئيس بعثه، كانت شيء مهم جدا ان هو يساند الفريق قبل هذه المباراه. لكن كجمهور، الجمهور كان بعضه او معظم جمهور النادي الاهلي كان يمكن فقد الامل شويه، خصوصا ان الامور بتبقى صعبه اكيد في تونس، لسه ما كناش دقنا طعم الانتصار في ملعب رادس اللي تكرر كثيرا وكثيرا، واكيد بنسعد جدا باللعب في ملعب رادس في تونس، ملعب نادي الترجي. المباراه كانت امام طبعا فريق الصفاقسي، واكيد كانت مباراه مهمه جدا. طب خلينا في البدايه، طب نروح قبل ما نكمل حديثنا عن اجمل الاهداف اللي ممكن اسعدت ناس كتير جدا من الاهلاويين، نروح نشوف كابتن محمد السيد نجم النادي الاهلي السابق. كابتن محمد ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله ربنا يخليك. اخبارك ايه يا كابتن، كله تمام؟ كله تمام والله الحمد لله. طبعا عايز استغل فرصه ان حضرتك معانا على الهاتف ونتكلم عن مباراه الاهلي وفاقس طيف، مباراه اكيد هامه جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. كيف تنظر لهذه المباراه من الناحيه الفنيه والاسلوب اللي ممكن يلعب بيه النادي الاهلي في مباراه الاياب ان شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله هي مباراه طبعا قويه جدا، وبس بقول النادي الاهلي الحمد لله جاهز ليها ان شاء الله، عندنا كل الثقه وفي الجهاز الفني وفي اللاعبين، كل اللاعبين الموجودين، واكيد الكل مركز ان ان شاء الله النادي الاهلي دايما في اللحظات او في المباريات المهمه بيبقى تركيزه عالي وما بيطلعش بفضل الله الا منتصر باذن الله، وده اللي املنا فيه باذن الله، ربنا يكتب لهم التوفيق. واعتقد ان شاء الله باي مجموعه من الموجودين كله عنده المسؤولية وكله عارف أهمية المباراة دي، إنه يعدي بيها إن شاء الله تبقى قربنا بنسبة كبيرة إن شاء الله للوصول لهدفنا إن إحنا ناخد الكأس بإذن الله. فأعتقد إن شاء الله ربنا هيكرم النادي الأهلي بالتركيز وبالإصرار وباللعيبة اللي موجودة وبالخبرات اللي موجودة، أعتقد إن شاء الله بإذن الله نفوز، يعني على الأقل نتعادل ما نتغلبش إن شاء الله بإذن الله. المطلوب من الدور ده وناخد الكاس باذن الله يا رب ان شاء الله. المطلوب من الجهاز الفني واللاعبين قبل مباراه مهمه زي دي يا كابتن محمد؟ انا اعتقد ان في الجزائر عموما عن اي دوله عربيه طبعا بنكن ليهم كل احترام، هم جمهورهم عصبي جدا، اعتقد ان احنا الخبرات اللي عندنا متحمس، جمهور متحمس هيقدر يهيئ اللعيبه للاجواء اللي هيقابلوها هناك وخبراتهم اللي موجوده
والادوار اللي وصلنا لها قبل كده كتير على مدار تاريخ النادي الاهلي، اعتقد ان هتبقى اهم نقطه ان احنا اعصابنا تبقى هاديه ونلعب الكره بتاعتنا والخطه الموضوعه من المدير الفني. واعتقد لعبتنا عندها الالتزام ده وعندها الروح دي، واعتقد دي اهم نقطه. يعني اهم حاجه ان شاء الله ان احنا نامن دفاعاتنا كويس جدا، السيطره والاستحواذ على مدار المباراه كامله ان شاء الله، بحيث ان احنا ما نديش فرصه لاي اهداف تسجل فينا ان شاء الله. دي اهم النقاط اللي ممكن نتكلم فيها الجهاز الفني. واعتقد استغلال الفرص اهم حاجه برضو بالنسبه لنا، الفرص اللي تجينا ان شاء الله نحاول نسجل. ان احنا اذا سجلنا باذن الله في بدايه المباراه في وسط المباراه واحنا النتيجه تعادل، اعتقد ان هدف هيدينا الثقه وهيدينا ضمان الاستقرار النفسي والاداء بتاعنا يعلى كمان باذن الله، بحيث ان هم تبقى مباراه ان شاء الله كامله الوجود باذن الله. تمام، ياكدوا الفوز بامر الله. توقعاتك للنتيجه ايه؟ انا اعتقد التعادل ان شاء الله. تعادل يا رب نتمنى. وان كنا لو ايجابيه هيبقى احنا ان شاء الله هنسجل برضو لو حتى تعادل ايجابي. يا رب يا رب يعني ان شاء الله درون نطلع ان شاء الله ومرتاحين ان شاء الله. تمام. طيب كابتن محمد السيد، حضرتك مدير اكاديميات فريق وادي دجله في الامارات، طبعا عايزين نتكلم بالتحديد عن المرحله العمريه دي اللي بتضم طبعا او بتكون متواجده في الاكاديميات بشكل عام، اهميتها وازاي بيتم تهيئه الناشئين ان هم يكونوا بيشاركوا على مستوى عالي من المنافسات على مدار طبعا الفترات اللي هتكون مقبله بالنسبه لهم. والله احنا في برنامج وضع وادي دجله مع مستر مانو الجزيه ومجموعه وادي دجله طبعا المحترمه. تمام. وطبعا بخبرات الواحد بالشغل اللي عندي بحاول اضيف من خبراتي ادخل في البرنامج الحاجات اللي انا اتعلمتها وتاسست فيها في النادي الاهلي ومع مستر كورفر وبدر رجب وعلي عبد الرحمن ومحمد وهبه، اللي احنا طبعا ساعدنا ان احنا اشتغلنا مع مستر كورفر ومع المجموعه المحترمه دي. فاعتقد ان الاكاديميات غير الانديه، يعني الاكاديميه ممكن تبقى المواهب قليله شويه فبتحتاج جهد مننا جامد شويه وطويل على مدى بعيد، نبص لقدام ما نبصش الشهور الاولانيه ان نطلع لعيبه، لكن بالبرامج الموجوده وبخبراتنا بنقدر مع الوقت ومع الاحتكاك فيما بعد ما يتاسسوا انه يطلع منهم مجاميع كويسه ان شاء الله، وتقدر برضه يوديها انديه، خاصه ان الامارات دوله الامارات فتحت الاحتراف او اللعب للوافدين. طيب كابتن الامارات ان هم يلعبوا في الدوريات عندهم وفي الانديه بتاعتهم، فدي فرصه كويسه للي احنا بنجهزه نقدر نودي المميزين الانديه دي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب كابتن محمد السيد، الهدف الرئيسي من الاكاديميات من وجهه نظرك ايه؟ يعني بالنسبه مثلا لسياسه فريق وادي دجله وتواجد مستر مانو جوزيه طبعا حاجه كبيره جدا واضافه اكيد كبيره جدا بالنسبه لكم، الهدف الاساسي بالنسبه لكم دايما بيكون ايه؟ هو الهدف ان انت طبعا انتشار لاسم وادي دجله، تعليم اللعيبه اللي هي عندها استعداد من اعمار من 5 سنين بنبدا او 6 سنين تقريبا، عندنا من 5 سنين لحد 15 16 سنه، كل دول بيطلع منهم لعيبه في الاخر بتصب الاسم وادي دجله لما لعيبه تنضم للانديه في الامارات او لعيب ينزل مصر ويلعب في نادي في مصر. فاعتقد دي بتعمل شعبيه لنادي دجله، وحتى نادي دجله نفسه ممكن يستفيد باللاعبين المميزه اللي ممكن تظهر من خلال اكاديميته في الامارات. تمام. وده اهداف اكاديميه وادي دجله، طبعا تصب على نادي دجله وعلى الانديه المصريه اللي عاوز يروح اي نادي على حسب امكانياته. تمام. كابتن محمد السيد طبعا نجم النادي الاهلي السابق ومدير اكاديميات نادي وادي دجله في الامارات، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله واتكلم معنا في العديد من الامور الهامه جدا. كنا بنتكلم عن تقرير اجمل هدف واتكلمنا عن هدف محمد ابو تريكه والظروف، طبعا هدف ابو تريكه في الصفاقسي والظروف اللي كانت بتسبق هذه المباراه، وهدف يجي كمان في اخر دقيقه في الوقت بدل الضايع، فبالتالي كانت فرحه هيستوريه اكيد بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، وزي ما شفنا في التقرير السابق
عدد برضو من جمهور النادي الاهلي ذكر هذا الهدف بالتحديد، كمان هدف عماد متعب في مرمى سيوا سبورت في نهائي الكونفدراليه، اول بطوله في تاريخ النادي الاهلي من حيث هذه البطوله بالتحديد، واول بطوله تخش مصر، فبالتالي هدف او بطوله الكونفدراليه تخش مصر، فبالتالي كان هدف مهم جدا جدا بالنسبه لمصر بشكل عام. وعماد متعب زي ما احنا عارفين طبعا نجم كبير وقناص كبير جدا، من افضل المهاجمين اللي مروا في تاريخ الكره المصريه بشكل عام. كمان هدف احمد فتحي في مرمى النادي المصري في نهائي كاس مصر الموسم قبل اللي فات، وبعد ما النادي الاهلي كان خسران في الاكسترا تايم 1-0، عمرو جمال احرز هدف مهم، وكمان احمد فتحي احرز هدف رائع، اكيد كانت فرحته كبيره جدا. ده تقرير كان مهم جدا، وهو تقرير اجمل هدف من وجهه نظر جمهور النادي الاهلي. لسه مكملين طبعا في برنامج الاهلي الليله، ولسه عندنا العديد من الفقرات المهمه، لكن في فقره هتكون ثابته معانا دايما، هي فقره اسعد ليله، وهتكون ثابته معانا كل سبت، دي من خلال تقرير بيكون معمول مع احد نجوم النادي الاهلي السابقين، والليله السعيده بالنسبه له داخل النادي الاهلي كانت عباره عن ايه. النهارده هيكون معانا الكابتن ربيع ياسين نجم النادي الاهلي السابق، نجم منتخب مصر، وكان مشارك كمان في كاس العالم 90، احد الرموز الكره المصريه ورموز النادي الاهلي. نروح نشوف كابتن ربيع ياسين ايه اسعد ليله في حياته داخل جدران النادي الاهلي، ونرجع مره ثانيه. الفترة اللي لعبتها في النادي الاهلي كان فيها ليالي سعيدة جدا جدا. أسرة النادي الاهلي من فضل الله علينا، بفضل الله ثم الحب والترابط، دايما سعيد. لأن يعني في جهد وفي عمل، في نظام، في ترابط، في منظومة كاملة متكاملة ماشية في الطريق السليم. أنا من وجهة نظري إن أول أسعد ليلة لما اتصلت بعم عبده بقى الله يرحمه، وقال لي يا ربيع أنا خلصت ورقك منطقة الأسيوط وبقيت للنادي الاهلي رسمي. انا كنت قبلها بتفرج على النادي الاهلي، نجوم النادي الاهلي، فلما يجي لي تليفون ولا نفسي في وسط العمالقه وسط الكباتن، اعتقد دي ليله ما انساهاش ابدا ابدا لحد دلوقتي قدامي. فليله ما انساهاش طبعا، لان اتوجدت في وقت ممتع، في مواهب، في نجوم كبار جدا، مع مستر كوت اللي كنت اتفرج عليه، مستر كالوتشاي، الكباتن الكبار باسمائهم كلها بقى. فطبعا انا اوقع على النادي الاهلي ويجي لي تليفون يقول لي انا خلصت ورقك منطقه اسيوط، كنا تبع اسيوط المنطقه دي، اعتقد ان الليله ما انساهاش ابدا ابدا ابدا. اول يوم دخلت في رمضان، طبعا كان شهر رمضان، ومن اللي كان في الزمالك احمد شوبير، لان يعني شوبير طيب وجدع، وكنت انا معاه في الشقه مع بعضينا، واخدين شقه جبنا شقه في المانيال. وطبعا قابلت كابتن حسن حمدي مدير الكوره، ونزلت التمرين. بصراحه النادي الاهلي مدرسه في حاجات كتيره جدا، مش عشان انا بنتمي ولا اهلاوي، انا بقول كلمه حق، انا حسيت ان انا مش غريب ابدا. لعيبه كبيره محترمه متواضعه بتحب الصغير، وفي نفس الوقت الصغير بيحب ويحترم الكبير. دخلت كنت في الملعب ما كنتش مصدق نفسي ان انا في وسط النجوم الكبار، اسماء بقى التمانينات، الكلام ده 79. فاتمرنت طبعا، ومستر كوتي قال لي اهلا وسهلا ورحبوا بيا زي ما، مع اني كنت جاي من نادي، يعني نادي بني سويف، مركز شباب الفش وبعدين بني سويف. فاسره النادي الاهلي اسره كبيره، نجوم كبار، منظومه كامله. فأنا كنت سعيد جدا، وأعتقد إن كل يوم قضيته في النادي الأهلي في 14 موسم مع النادي الأهلي ما أعتقدش إن أنا أنساهم أبدا أبدا، يعني فيهم حاجات كثيرة جدا جدا جدا. لو أنا قعدت اتكلمت مش هخلص كلام. أنا مشجع أهلاوي، فجأة لاعب في مركز شباب، لاعب في فريق بني سويف، فجأة لقيت نفسي في وسط الجيل الذهبي أو الأجيال الذهبية. النادي الأهلي يملك أجيال ذهبية بصراحة، متواصلة بتسلم بعض، خلينا واقعيين، كله بيسلم وكله أجيال أحسن من بعض. فطبعا مستر كوتي استقبلني، كنت انا مع منتخب 19 في المانيا، رجعت فتره الاعداد، كان في ماتش بالليل، بدايه فتره الاعداد كان دايما ماتشات تلعب بالليل. تألقت، كانت بدايتي لجمهور النادي الاهلي. كان سمع عني بس ما شافنيش. مستر كوتي بصراحه اداني الثقه وشاف فيا ان انا لعيب كويس من اول تمرينه اتمرنتها، وقدرت ان انا الفت الانتباه وشددت الانظار يعني، وعملت ماتش كويس، ودي كانت بدايتي مع النادي الاهلي مستر كوتي. من فضل الله علينا ان هذا الكيان ربنا سبحانه وتعالى حافظه فعلا، وجاعل حاجات حلوه جدا فيه. الترابط والحب مهم جدا، ده اللي موجود ولقيته، ودخلت في المنظومه كاني اديلي فتره كبيره جدا بلعب مع النادي الاهلي. الكلام ده بقوله بصدق وبامانه شديده جدا، لان ما خدتش وقت طويل، لعبت ماتشات وديه، لعبت ماتشات في السنه دي، في السنه اللي جيت فيها مع النادي الاهلي الحمد لله تألقت، الناس شافتني، عرفت
وكانت بدايتي وما خدتش وقت، الوقت ما كانش كتير جدا، الوقت كان قليل جدا جدا عشان العب واسمي بطولة. انا اتشرف ان انا اكون واحد من ضمن اللي خدموا في منظومه النادي الاهلي، واحد بينتمي لهذا الكيان العظيم. انا بتشرف والحمد لله ان انا خرجت، ولحد الان انا اعتزلت سنه 92، انا ما بعرفش اقعد غير في النادي الاهلي ولا اقعد العب غير في النادي. انا بلعب في الشمس حد وثلاث وخميس، وقعدتي كلها في هذا الكيان اللي بنتمي ليه وبحبه واحترمه، واحترم فيه اداراته واحترم فيه جمهوره واحترم فيه كل لعيب مثل هذا النادي. نجم كبير في الحقيقة كابتن ربيع ياسين، أحد نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وشفنا يعني أسعد ليلة كانت في حياته لما تم إبلاغه أنه خلاص أصبح رسمي متواجد في النادي الأهلي. أي لاعب بينضم للنادي الأهلي أو حتى بيكون في قطاع الناشئين، سواء بينضم لقطاع الناشئين في البداية أو حتى الفريق الأول كصفقة جديدة بالنسبة للنادي الأهلي، بيبقى يوم بالنسبة له يوم سعيد وتاريخي جدا، يعني أن أنت تكون احد عناصر فريق كره القدم في النادي الاهلي. ونفس الحال بالنسبه للانديه الكبيره في مصر يعني، لكن طبعا تواجد النادي الاهلي في حد ذاته ان انت تكون لاعب في النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا، واكيد هيكون يوم ما يتنسيش بالنسبه لك. فزي ما سمعنا كده من كابتن ربيع ياسين، اليوم السعيد ده بالنسبه له هو يوم انضمامه للنادي الاهلي. يعني ناس كتير جدا ممكن بيكونوا بينضموا للنادي الاهلي من خلال الاختبارات، لما بينجحوا يخشوا النادي الاهلي بيبقى شيء بالنسبه لهم عظيم جدا، لما بيعدوا حتى اختبار من ضمن الاختبارات العديده بتبقى متواجده في الوقت ده، اوقات الاختبارات بالتحديد، يعني بيكون حاجه بالنسبه لهم كبيره جدا، بتنضم من خلال قطاع الناشئين، تنتقل من النادي الاخر خلال قطاع الناشئين عشان تبتدي مشوارك مع النادي الاهلي وتصعيدك للفريق الاول ان شاء الله على حسب الحفاظ على مستواك. اكيد بيكون يوم بالنسبه لك سعيد جدا. كمان لما بتيجي صفقة على مستوى الفيرست تيم تكون متواجد في الدوري المصري أو حتى من اللعيبة الأفارقة أو الأجانب اللي بينضموا للنادي الأهلي، بيكون أكيد بالنسبة لهم يوم سعيد. لكن بمناسبة الصفقات كده، ويمكن جمهور النادي الأهلي خلال الفترة دي بيتكلم بشكل كبير جدا عن الصفقات واللاعبين اللي بيتمنوهم في صفوف النادي الأهلي الفترة الجاية. احنا خلينا برضو متفقين إن الأهم الفترة دي بطولة دوري أبطال أفريقيا، لكن بالنسبة للصفقات عايزين نطمن جمهور النادي الأهلي إن شاء الله هيكون في حوالي يعني 3-4 صفقات ان شاء الله ممكن ينضموا للنادي الاهلي في يناير بالتحديد، منهم صفقه جمهور النادي الاهلي مستنيها بقاله فتره ومنتظر انضمامه للنادي الاهلي، هيكون لعيب مهم جدا. وبقيه الصفقات في الحقيقه هتكون اضافه قويه جدا في صفوف النادي الاهلي، ده بالاضافه الى عوده رامي ربيعه بشكل نهائي. خلاص رامي بيشارك في المباريات الوديه وبيشارك في التدريبات بشكل طبيعي، اجايل خلاص يعني اصبح يعني قاب قوسين او ادنى من الشفاء تماما من الاصابه في الرباط الداخلي للركبه، ايضا بالاضافه لصالح جمعه ممكن بنسبة كبيرة جدا 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 هيكون مقيد في صفوف النادي الأهلي بداية من شهر يناير. ثلاث لاعبين مهمين جدا من الموجودين دلوقتي مع النادي الأهلي لكن هم مش مقيدين بسبب لظروف مختلفة، خلاص هيكونوا إن شاء الله متواجدين، بالإضافة كمان لعدد من الصفقات المهمة، 3-4 صفقات بالتحديد هيكون منهم صفقة إضافة كبيرة جدا وكل جمهور النادي الأهلي مستنيها بقاله فترة كبيرة. فبالتالي أكيد مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة الكورة بيعملوا بشكل كبير جدا على التدعيم الدائم لصفوف النادي الأهلي، لأن احنا زي ما احنا عارفين النادي الأهلي دايما بيبحث عن البطولات بشكل مستمر، بيبحث عن الأداء الجيد اللي يرضي كل جمهوره اللي متواجد في كل مكان واللي بيتابع دايما النادي الأهلي، وبيتمنى النادي الأهلي يفضل دايما في المقدمة، وده اللي أكيد بنتمناه بشكل كبير جدا. ده طبعا كان تقرير مهم جدا عن أسعد ليلة للكابتن رامي أو كابتن طبعا ربيع ياسين نجم النادي الأهلي السابق. طيب في فقرة أخرى هي خاصة بأبناء الأهلي في كل مكان. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي عنده العديد من الابناء سواء اللي بيحترفوا سواء كمدربين او حتى المحترفين في كره القدم. بالتحديد عايز اتكلم عن محمود حسن تريزيجيه، وهو نجم فريق قاسم باشا التركي، وكان طبعا نجم نجوم النادي الاهلي تريزيجيه واحد نتاج قطاع الناشئين في النادي الاهلي، واللي بيؤدي مواسم جيده جدا بدايه من الموسم الماضي مع فريق قاسم باشا، كان مرشح ان هو ياخد افضل لاعب في الدوري التركي. كمان السنه دي بيمشي بشكل جيد جدا محمود حسن تريزيجيه، النهارده كان عنده مباراه
امام فريق بلديه اخيسار التركي، وانتهت بفوز فريق قاسم باشا بنتيجه 5-0 زي ما احنا شايفين كده في الصور. الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي. مع بدايه الشوط الثاني تريزيجيه احرز هدف جيد جدا، كان الهدف الاول بالنسبه لفريقه ضمن الخمس اهداف اللي احرزوهم النهارده، وكمان ساهم في الهدف الثالث، عمل اسيست الهدف الثالث في خلال الاهداف بتاعه مباراه فريق قاسم باشا مع فريق بلديه اخيسار، بالتالي ارتفع رصيدهم ل 18 نقطه عشان يحتلوا المركز الثاني في جدول ترتيب بطوله الدوري التركي. بصراحه تريزيجيه بيؤدي اداء اكثر من رائع، مستويات رائعه في تركيا، واعتقد ان هو مرشح للانضمام للعديد من الانديه. السنه اللي فاتت او مع بدايه الموسم ده بالتحديد كنا نتمنى ان تريزيجيه يروح نادي يكون افضل شويه من فريق قاسم باشا، لكن واضح ان الراجل كميته ماشيه مع هذا الفريق وبيؤدي بشكل جيد جدا. نتمنى كمان دايما لتريزيجيه لان هو لا يقل حاجه عن محمد صلاح بصراحه، يمكن تريزيجيه ناقصه بس الاهداف او اللمسه الاخيره دايما يهتم بيها اكثر، هيكون حاجه كبيره جدا. تريزيجيه ان شاء الله نتمنى ان هو ينضم لبطوله مهمه جدا او فريق افضل كمان في الدوريات الكبرى سواء في فرنسا، المانيا، انجلترا، يا ريت يكون متواجد في انجلترا وهو يقدر يلعب في انجلترا بشكل كبير، ايطاليا، يعني تريزيجيه لعيب كبير جدا يلعب في اي مكان. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق، هو احد ابناء النادي الاهلي المميزين. ابن اخر من ابناء النادي الاهلي يمكن بيصادفوا سوء حظ خلال الفتره السابقه بسبب الاصابه وهو رمضان صبحي. رمضان صبحي يمكن شارك حوالي 6 دقائق بس الموسم ده مع فريق هادرسفيلد الانجليزي، زي ما احنا عارفين كان متواجد مع فريق ستوك سيتي قبل ما ينزل درجه ثانيه السنه اللي فاتت. رمضان شارك لبعض الفترات مع ستوك سيتي لكن ما كانش دايما بانتظام، بالتالي رمضان انتقل لفريق هادرسفيلد قبل انطلاق بطوله كاس العالم مباشره. قدر فريق هادرسفيلد ان هو يوقع مع رمضان صبحي. اللاعب انضم لعب اعتقد مباراه مانشستر سيتي ان لم تكن تخني الذاكره حوالي 6 دقائق بالظبط، بعديها خلال التدريبات او خلال احد التدريبات تعرض لاصابه بسببها لحد دلوقتي ما هو خلاص قرب يخف من الاصابه دي، لكن بسببها ما كانش متواجد سواء مع فريق هادرسفيلد الانجليزي او حتى مع المنتخب المصري. رمضان صبحي احد اللاعبين المميزين جدا في الكره المصريه وشفنا منه مستويات رائعه جدا مع النادي الاهلي قبل احترافه، ونتمنى ان هو يعود لهذه المستويات ومستواه الفني والبدني بالتحديد. رمضان صبحي لعيب ممتاز جدا، نتمنى ان هو يعود سريعا من الاصابه ويشارك مع فريق هادرسفيلد الانجليزي، واللي اعتقد ان هو بيمر بفترات صعبه كمان الفريق ده لحد دلوقتي ما حققش ولا انتصار. النهارده كان عندهم مباراه امام فريق ليفربول من حوالي ثلث ساعه بالتحديد، انتهت هذه المباراه بفوز فريق ليفربول بنتيجه 1-0 احرزه محمد صلاح نجم ليفربول ونجمنا المصري، فبالتالي اكيد شيء مهم جدا بالنسبه لرمضان صبحي ان هو يعود ان شاء الله خلال الفترات المقبله عشان يكون نجم اخر من نجوم النادي الاهلي ومن نجوم الكره المصريه بيشاركوا في الدوري الانجليزي، ويكون اضافه بكل تاكيد لبطوله او الكره المصريه بشكل عام وللمنتخب المصري بالتحديد في البطوله القادمه بطوله الامم الافريقيه عقب التاهل ليها بشكل رسمي مؤخرا. كمان من ضمن الاخبار المهمه عمرو ورده. عمرو ورده نجم باوك اليوناني الفتره اللي فاتت يمكن ما كانش بيشارك لان كان عنده بعض المشاكل مع المدير الفني لفريق باوك اليوناني في احدى المباريات، يمكن كان في زي تاتش كده ما بينهم، فبالتالي الراجل كان واخد قرار ان عمرو ورده ما يلعبش مع الفريق المرحله المقبله. كان متواجد مع منتخب مصر، ادى بصراحه مباريات رائعه سواء مباراه النيجر او مباراتي السواتيني في التصفيات المؤهله للامم الافريقيه، بالتالي يعني اعتقد ان الامور ابتدت او في ترقى للحل بالنسبه لعمرو ورده مع مدير الفني الفريق باوك اليوناني، وممكن يشارك طبعا خلال المباريات المقبله، بالتالي هو هيكون متواجد في مباراه وديه احدى المباريات الوديه لفريق باوك اليوناني، ممكن تكون دي سبب من الاسباب اللي يبقى في صلح ما بين عمرو ورده والمدير الفني الفريق باوك، وده اكيد هيكون شيء مهم جدا بالنسبه لعمرو ورده وبالنسبه للمنتخب المصري، لان عمرو بصراحه عمل شغل كويس جدا في الثلاث مباريات السابقه وبان ان هو مستوى عالي واهميته كمان اهميه كبيره جدا في صفوف المنتخب الوطني، ولسه لعيب صغير اعتقد عمرو ورده 22 او 23 سنه، فبالتالي لسه امامه المشوار طويل جدا، نتمنى منه دايما الالتزام من عمرو ورده في مشواره الاحترافي لان هو خامه جيده جدا وممكن يقدر ينضم للعديد من الدوريات الاوروبيه الكبرى، وكان اوريدي عنده عروض مع بدايه هذا الموسم سواء من اسبانيا، اعتقد كان في عرض مهم من اسبانيا لعمرو ورده لكن ما وفقش في الانتقال، ايضا من ايطاليا كان جاي له عرض. يعني بشكل عام عمرو ورده اكيد نتمنى له كل التوفيق، وهو احد ابناء النادي الاهلي وكمان احد نجوم الكره المصريه في المستقبل بالتحديد ان شاء الله عمرو ورده.
طيب نروح لفقرة أخرى وهي فقرة حدث في الأهلي من داخل جدران النادي الأهلي. نروح نشوف فقرة مهمة وتقرير خاص جدا من ضمن فقرات وتقرير برنامج عائلة النادي الأهلي. فقرة بالتحديد في مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد وهي خاصة بيوم كان جيد بالنسبة لكل أعضاء النادي الأهلي وهي احتفالية ترفيهية تحت عنوان المولد. نروح نشوف الفقرة دي ونرجع مرة تانية. فكرة المولد كانت من مدة مسؤولة العلاقات العامة مدام مرفت عرضتها عليا وقالت لي احنا ممكن نعمل كذا وانا كنت ارجأت الفكرة لان احنا كنت عايز المنطقة دي يبقى فيها الخدمات المناسبة والحاجات المناسبة لهذا الحدث يعني. وابتديت افكر فيه تاني وهي عرضت عليا هذا الامر وانا ابتديت افكر فيه من جوابنا اقدر اعمل تأمين فني تأمين طبي تأمين هندسي تأمين اداري عشان انا عارفة يبقى يوم مزدحم. وعرضت الفكرة على المدير التنفيذي والمدير التنفيذي ناقشني فيها الأستاذ محمد مرجان إنها هتبقى شكلها إزاي ويبقى الشكل اللائق بها إزاي وهو كان ليه تعليق قال لك أعضاء إحنا مش عايزين الأعضاء يدفعوا فلوس في الألعاب وفعلا النادي الإدارة هي تحملت هذا الجزء إن الأعضاء يمارسوا الألعاب فيها مجانيا وتعرض الموضوع عليه وهو خد تصديق من مجلس الإدارة وابتدى يتنفذ هذا اليوم وإحنا كل هدفنا إسعاد عضو النادي الأهلي. النهاردة إحنا بنفكر اللي جديد اللي يقدر يسعد أعضاء النادي الأهلي المختلف. فطبعا المولد والحاجات دي فكره اندثرت من زمان يمكن الاجيال الجديده ما شافتهاش. تمام احنا بنرجع الناس تاني لتاريخنا للحاجات اللي احنا عايشناها القدام بيجيبوا اولادهم ويبتدوا عايشوهم هذا الجو اللي اتنسى. فاحنا فكرنا في فكره المولد تمام ويبقى بالشكل عشان الاولاد تلعب والاولاد تتبسط واعضاء النادي الاهلي يتبسطوا ويبقى بالشكل اللي انتم شايفين ازدحام واحنا في ايه في عز الظهر. التنوره والنشان واللعب لعب لعبت ايه بقى؟ لعبت نشان ولعبت لعب كتير. مبسوط؟ مبسوط بالتنوره وكل حاجه. لا اليوم جميل بصراحه وغير المود جدا حاجات مختلفه الولاد عرفوا حاجات عن المولد ما كانوش عارفينها اصلا واليوم كله جميل جدا بجد احنا فرقت معانا جدا. جميل جدا انا انبسطت جدا. لعبت ايه بقى من الالعاب اللي موجوده؟ لعبت كل الالعاب يعني. لعبت ايه بقى؟ لعبت المرجحه دي ودي كمان ولعبت اللي هناك. نادي الاهلي النادي العظماء طبعا وانا سعيده وفخوره ان انا في النادي الاهلي وخصوصا فرع الشيخ زايد فرع مميز وانا شايفه ان من ساعه بصراحه سياده اللواء ما مسك هنا النادي وفي يعني على طول شغال في تقدم في حاجات كتير قوي ما كانتش موجوده وابتدت دلوقتي تبقى موجوده في كمان انشاءات كتير بيعملها حفلات مولد زي اليوم بتاع النهارده طبعا حاجه جميله ومميزه اعياد حفلات شم النسيم في العيد هو بيحاول يقدم لنا كل ما هو جديد والنادي الاهلي معروف ان هو دايما بيخدم اعضائه ونادي مميز. هي فكره حلوه جدا بصراحه وجديده الولاد اتبسطوا قوي وكمان اللي اختار الفكره دي بجد بقوله ميرسي قوي لان الاختيار حلو قوي وفكره بجد حاسه ان انا في المولد يعني مش حاسه ان في حاجه مش حقيقه ولسه طبعا في فقرات تانية هنتبسط فيها اكتر ويوم جميل ان شاء الله. مبسوطه جدا يعني جدا. لعبت في النادي كتير ومراجيح كانت كتيره ولعبت فيها يعني ما كنت مبسوطه في اليوم ده جميل يعني مراجيح والترمس وكل حاجه موجوده هنا واحب ان انا اشكر تطميرك جدا على كل اللي هي عملته. اول ما اشتركت في النادي الاهلي انا اشتركت فرع زايد بس لان انا من سكان زايد وبصراحه الاداء اللي حصل في زايد خلاني ان انا اعمل تسويه للعضويه وبقيت عضو في بقيه الفروع وبرضه لسه ما رحتش ولا فرع بسبب ان النادي الاهلي الشيخ زايد عامل كل اللي نفسنا فيه الحقيقه. فلا النادي ده نادي عريق وانا كان يعني كان حلمي من زمان ان انا ابقى عضو في النادي الاهلي يعني صراحه كبير وانا شرف لينا كلنا ان احنا اعضاء فيه يعني. بصراحه حاجه هايله جدا والولاد مبسوطين قوي وتغيير يعني خصوصا ان احنا اصلا في دراسه فبالنسبه لهم تغيير جامد يعني. فكره جامده جدا وحلوه
ويعني النادي متشكرين عليه ليها، يعني حاجه حلوه واختراع ظريف، بطاطا وذره وحاجات المولد يعني الواحد بقاله كتير ما شافهاش. مهرجان حلو جدا والشعبي كمان حلو، النهارده الجو جميل، ومتشكرين للاداره النهارده ان هي عملت حاجه زي دي معظمها مجانا للاعضاء، ودي حاجه جميله جدا النهارده حصلت، يعني كانت مفاجاه بالنسبه لنا ان احنا جينا لقيناها موجوده. يعني لا اليوم جميل بصراحه، الولاد اتبسطوا قوي قوي، يعني بجد شكرا للنادي الاهلي. طبعا دايما افكار عديده بيحاولوا ينفذوها طبعا مسؤولين في النادي الاهلي دايما عشان يكون في تواصل دائم مع اعضاء النادي الاهلي في مختلف فروعه، سواء في الجزيره او في الشيخ زايد او في مدينه النصر، وده هدف اساسي من ضمن اهداف برنامج عائله الاهلي اللي كان بينادي بيه دايما الكابتن محمود الخطيب وقت الانتخابات، وواضح ان هو بيطبق طبعا على ارض الواقع، وده الاهم دايما ان اي حاجه او اي وعود قالها الكابتن محمود الخطيب او قائمته ان شاء الله كلها تنفذ على حسب احلام وطموحات اعضاء وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. بالتحديد كمان عايز اشكر اللواء محمود الفيشاوي مدير مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد، واللي بصراحه بيقوم بمجهودات كبيره جدا، الراجل دايما بيبقى متواجد في النادي وبيحرص على تلبيه كل متطلبات الاعضاء الخدميه بالتحديد، وده شيء اكيد مهم جدا. مش بس مقر النادي الاهلي في الشيخ زايد، كل مقرات النادي الاهلي بيكونوا بيقدموا دورهم بشكل مميز ومطلوب بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي بشكل عام. طيب خلينا نتكلم شويه عن فريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، دي طبعا كان بعض التقارير المهمه خلال حلقه النهارده برنامج الاهلي الليله، لكن دايما عايز اختم فقرتي بفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، واللي عنده اكيد مباراه خلاص كلنا مستنيينها بفارغ الصبر، مباراه يوم الثلاثاء امام فريق فوكس تيف، مباراه قويه، مباراه مهمه، الفريق يعني استعد جيدا لهذه المباراه، النهارده كان اخر مران ليهم قبل السفر ان شاء الله صباح الغد لمدينه ستيف. الرحله بالتحديد هتستغرق حوالي 4 ساعات، الفريق هيوصل هناك وهيكون عنده تدريبين ان شاء الله هيكونوا على الملعب الرئيسي اللي هيستضيف المباراه، ده طبقا للوائح الكاف، طالما ملعب نجيل صناعي فيحق للفريق الدف ان هو يتمرن مرتين على هذا الملعب وفي نفس توقيت كمان المباراه، بالتالي ان شاء الله الفريق اول ما يوصل هناك هيكون عنده تدريبات مهمه واستعدادات غايه في الاهميه، استعدادات بس مش من قبل التدريبات، لا هيكون ايضا في محاضرات هامه جدا من قبل مستر باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للنادي الاهلي برفقة طبعا كابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة وبقية أعضاء الجهاز الفني مع اللاعبين، من حيث عرض بعض الفيديوهات الخاصة واللقطات الخاصة بفريق أو فوكس تيف، سواء المباراة السابقة هنا في القاهرة أمام النادي الأهلي انتهت فوز النادي الأهلي 2-0، كان ممكن بصراحة تزيد 2 كمان، بس يلا النصيب إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يعوض، وكمان من خلال المباريات الأخيرة بالنسبة لفريق فوكس تيف في بطولة الدوري، أعتقد اتعادلوا آخر مباراة 2-2، وأيضا المباراة المهمة جدا اللي هيتم عرضها على لاعبي النادي الأهلي خلال تواجدهم في الجزائر، وهي هتكون مباراة الوداد أمام فريق فوكس تيف، بالتحديد مباراة الذهاب اللي انتهت بفوز فريق فوكس تيف بنتيجة 1-0، فكلها أمور أكيد ضمن الاستعدادات لهذه المباراة، الجهاز الفني بيعكف على دراسة الفريق بشكل مفصل جدا، وخلاص أعتقد أن هو أصبح كتاب مفتوح بالنسبة للنادي الأهلي، وأيضا النادي الأهلي أصبح كتاب مفتوح بالنسبة لفريق فوكس تيف، بالتالي المباراة هتكون صعبة جدا، إن شاء الله النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي واللاعبين والجهاز الفني يكونوا موفقين، عندنا بعض العناصر الهامة جدا اللي هتكون إضافة للنادي الأهلي في هذه المباراة، عندك وليد سليمان اللي الراجل بصراحة ماشي بخطى ثابتة جدا هذا الموسم، يعني ممكن ما أعرفش الكلام اللي هقوله ده ممكن وليد يزعل منه أو حاجة، أعتقد دي أفضل فترة لوليد سليمان مع النادي الأهلي منذ مجيئه للنادي الأهلي، طبعا قدم مستويات جيدة جدا لكن ده أفضل مستوى لوليد سليمان، أفضل نسخة لوليد سليمان مع النادي الأهلي منذ مجيئه وانضمامه لصفوف الفريق، لاعب مهم جدا على مدار تواجده خلال الفترات اللي فاتت كلها، لكن المرة دي أو السنة دي بالتحديد هو يعني قائد الفريق بجوار طبعا احمد فتحي لاعب خبره، يعني مش محتاج ان احنا نتكلم عنه، لاعب كبير ومهم، نتمنى له الشفاء سريعا من الاصابه اللي جات له في مران اليوم بكدمه في الركبه، كدمه قويه شويه هنشوف الامور هتبان ازاي، لكن احمد فتحي مسافر خلاص مع الفريق للجزائر، هناك الامور هتتضح بالنسبه له، كمان عوده بعض المصابين، سعد سمير الراجل اللي معانا في الصوره ده لاعب مهم جدا، واضافه عمرو السوليه كمان كان غايب الفترات اللي فاتت وتم تجهيزه من خلال طبعا مباراه المصريه اتصالات، واللي اعتقد اتت ب نتائج كبيرة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، نتائج إيجابية بخلاف النتيجة، يعني المباراة دي مش مهم النتيجة، المهم الاطمئنان على اللاعبين، الفريق أو الجهاز الفني بالتحديد طمن على عدد كبير جدا من اللاعبين أبرزهم سعد سمير أكيد هيكون متواجد وهيعود أيمن أشرف للناحية الشمال،
بالاضافه لسالف كولوبالي احد اللاعبين المميزين بصراحه من فور يعني من اول ما وصل للنادي الاهلي وهو بيأدي مستويات رائعه جدا. وان شاء الله احمد فتحي يكون سليم، لو مش سليم لا قدر الله احمد فتحي هيكون محمد هاني لاعب اللي قدامنا في الصوره ده هيكون لاعب مهم جدا في صفوف الفريق. طبعا شيف اكرامي قائد حتى لو ما بيلعبش هو من بره الملعب قائد بصراحه ونجم من نجوم النادي الاهلي. يعني عندنا عدد كبير من اللاعبين المميزين في صفوف النادي الاهلي اللي عندهم خبرات كبيره، طبعا حسام عاشور كمان، يعني مش عايز انسى حد، لكن عدد كبير جدا من اللاعبين ان شاء الله هيكونوا اضافه وهم اللي هيصنعوا الفارق بالنسبه للنادي الاهلي من حيث الخبرات بالتحديد في هذه المباراه، والمباريات دي محتاجه فعلا خبرات. ان شاء الله نتمنى لهم كلهم ان هم يكونوا موفقين. دي لقطات من مران النهارده الصبح على فكره اللي هو اخر مران بالنسبه للنادي الاهلي على استاد مختار التتش قبل السفر غدا ان شاء الله. بعد المران ده كان في وجبه غدا كده بالنسبه للفريق حضرها معاهم الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي السابق، كانت جلسه اكيد مهمه جدا والراجل بيقرب من اللاعبين قبل السفر. واعتقد بنسبه كبيره كابتن محمود الخطيب، يعني لو معلومتي غلط يا جماعه صححها لي، اعتقد ان هو مسافر كرئيس بعثه مع النادي الاهلي للجزائر، وده اكيد هيكون شيء مهم ومطلوب. و طيب العمري، طب الاستاذ العمري فاروق او الوزير السابق طبعا العمري فاروق ايضا يعني قيمه وقامه كبيره جدا، هيكون شيء مهم تواجده ورئاسته للبعثه مع النادي الاهلي في وفاق ستيف، سواء كابتن محمود الخطيب كابتن او استاذ العمري فاروق، كلهم طبعا ناس مهمين جدا وهيدوا حافز معنوي اضافي بالنسبه للاعبي النادي الاهلي اللي مش محتاجين خلاص اي حوافز خالص، يعني لان هم مدركين جدا مدى اهميه هذه المرحله، مدركين جدا مدى اهميه تخطي العقبه دي، مدركين جدا انتظار جمهور النادي الاهلي فارغ الصبر لهذه البطوله عشان يساعدوهم ان شاء الله. الامال كبيره جدا معقود على الجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون، واللي جه طبعا صحح العديد من الامور اللي كانت موجوده قبل ما جيئوا بصراحه. يمكن البدايه بالنسبه لنا في بطوله دوري ابطال افريقيا كانت بدايه صعبه شويه، تعادلنا مع الترجي هنا في القاهره، خسرنا من فريق كامبالا سيتي في اوغندا، مش الجهاز الفني السابق بقياده كابتن حسام بدري المدير الفني السابق للنادي الاهلي، جه جهاز فني جديد بقياده مستر باتريس كارتيرون، كابتن محمد يوسف، كابتن سامي قمصان، كابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى، بصراحه غيروا شكل النادي الاهلي بشكل كبير جدا. ممكن تكون طريقه اللعب لسه متشابهه شويه، لكن في روح جديده بالنسبه لفريق النادي الاهلي. الطريقه ممكن تكون متشابهه عشان ما فيش وقت لسه لتغيير الطريقه. الاهم ان انت داخل، يعني الراجل جه على بطوله افريقيا فاز كل المباريات تقريبا، تعادل مباراه واحده بس على ما اتذكر يعني خلال هذه البطوله بالنسبه لمستر باتريس كارتيرون، حقق اربع انتصارات متتاليه ودي اول مره تحصل في تاريخ النادي الاهلي بالمناسبه في بطوله دوري ابطال افريقيا. والراجل كمان بيأدي اداء يمكن جيد، بعض الفترات ممكن الاداء ما يكونش على المستوى المطلوب بالنسبه لجمهور النادي الاهلي ده، لكن ده اكيد بيكون ناتج عن ضغط المباريات. واحنا زي ما احنا عارفين النادي الاهلي دايما بيشارك في العديد من البطولات، سواء بطوله الدوري، بطوله الكاس، كاس مصر طبعا، بطوله دوري ابطال افريقيا واهم بطوله اكيد بجانب كل البطولات المهمه وايضا البطوله العربيه. فبالتالي ممكن الاداء في بعض الفترات ما يكونش على المستوى المطلوب بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، ده بسبب ضغط المباريات في العديد من البطولات، لكن الاهم دايما بيكون النتيجه، وده اللي بيتحقق من خلال مستر باتريس كارتيرون. الراجل تعرض لخساره وحيده جدا بس مع النادي الاهلي فور مجيئه، وكانت امام الاتحاد السكندري بنتيجه 4-3 في بطوله الدوري، لكن زي ما احنا قلنا الاهم ان شاء الله المرحله المقبله، الاهم بطوله دوري ابطال افريقيا مباراه فوق ستيف، نتخطى هذه العقبه الصعبه. هي مش صعبه من حيث الناحيه الفنيه بس، لا هي صعبه من حيث الملعب ومن حيث كمان الحضور الجماهيري الغفير والحماس الجماهيري المعروف من خلاله طبعا جمهور او فوق ستيف، لكن لاعبي النادي الاهلي متعودين على الاجواء دي بشكل عام، عندهم الخبرات الكافيه لتخطي هذه العقبه المهمه. ان شاء الله يتخطوها، ان شاء الله نوصل للنهائي ايا كان مين اللي هنقابله، ان شاء الله الفريق يفوز بهذه البطوله وهذا اللقب الغالي جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي علشان يتاهل مباشره لكاس العالم للانديه اللي احنا مستنيينها بشكل كبير. زي ما قلت لكم حضور مجلس الاداره بالتحديد اللي بيتمثل فيه الكابتن محمود الخطيب النهارده اكيد اطفى حافز جديد بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. الكلام اكيد كان مهم سواء حتى لو مش على المباراه بس، لكن الكلام اكيد كان على بعض الامور الاخرى، يعني الامور العاديه بالنسبه للاعبين والجهاز الفني. فبالتالي كانت زياره مهمه جدا من الكابتن محمود الخطيب النهارده. بشكل عام كل التوفيق للنادي الاهلي مباراه فوق ستيف، ان شاء الله يقدر يحقق نتيجه ايجابيه. لو جبنا جون بدري خلاص يعني الامور، هنتفرج على بقيه الماتش واحنا ايه بنتمتع كده وخلاص مستريحين نفسيا وعصبيا شويه، لكن لو متاخر ما جبناش جون او لا قدر الله جبنا جه فينا جون او حاجه، لعيبه النادي الاهلي عندهم خبرات كويسه جدا ان هم يتعاملوا مع هذه الامور بشكل عام ان شاء الله. يعني مش عايز اطول عليكم، يكون النادي الاهلي موفق في هذه المباراه. نروح سريعا لفقره اخيره
في حلقة الأهلي الليلة النهاردة، وهي فقرة مهمة جدا مع زميلي العزيز كابتن خالد العوضي، وهي فقرة الألعاب الأخرى، وهيستضيف فيها نور ياسين ودانا شوقي لاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي. أكيد هتكون فقرة مهمة ومميزة، تابعوها مع كابتن خالد العوضي. يا كابتن خالد مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن أمير، أخبارك إيه؟ كله تمام؟ كله كويس، كله جميل. توفيق. كان معانا كابتن أمير بخصوص استعدادات النادي الأهلي للمباراة المهمة المرتقبة لوفاء سطيف، وكل جماهير النادي الأهلي وكل مصر مستنية المباراة بفارغ الصبر. نتمنى إن شاء الله بإذن الله التوفيق لفريقنا في كرة القدم، وإن شاء الله يعود منصور من هناك ويوصل بإذن الله لفاينل أفريقيا. دي كل أمنيات جماهير القلعة الحمراء. عندنا برضو في نفس الوقت ونادي الأهلي بيلعب في كرة القدم في بطولة أفريقيا، عندنا فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بيبدأ المنافسات البطولة الأفريقية اللي بتقام في ساحل العاج. مباريات مهمة جدا، و بطولة مهمة جدا للنادي الأهلي في كرة اليد، لأن دي كانت أول بطولة يخش عليها على السيزون على طول. النادي الأهلي لعب ماتشين في الدوري وسافر على المغرب، قعد 3 أيام هناك وأربع أيام لعب مباراة ودية وانطلق إلى ساحل العاج وكسب أول مباراة ليه هناك مع نادي فاب الكاميروني، كسبها 24-17. كانت مباراة قوية جدا، وقدر النادي الأهلي يعدي أول مباراة. والنهارده كان عنده تدريب، وبكره باذن الله عنده مباراه مهمه مع ريد ستار. هو النادي الاهلي بيلعب في المجموعه الاولى اللي بتضم نادي فونكس الجابوني ونادي ريد ستار الايفواري ونادي فاب الكاميروني ونادي يو اس اف اي بوركيني فاسو. معانا من هناك من ساحل العاج، لازم نطلع ونطير لساحل العاج لكابتن جوهر نبيل عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه للاطمئنان على احوال فريق كره اليد بالنادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن جوهر. كابتن خالد مساء الفل، بحييك وبحيي مشاهدي قناه النادي الاهلي. كابتن جوهر نبيل، عايزين نطمن على حضرتك، على ما كناش عارفين نتواصل مع حضرتك قبل كده، عايزين نطمن على اول اربع ايام بتوع المغرب وايه اللي حدث هناك والمباراه الاولى في بطوله افريقيا في ساحل العاج. احنا طلعنا فجر يوم 15 من مصر، وصلنا المغرب الساعه 10 الصبح، وقعدنا هناك 3 ايام، لعبنا فيهم فريق منتدى المغربي وكسبنا 35-25. كابتن عاصم حمادي المدير الفني ومعاه الاداره الفنيه جربوا كل اللعيبه خلال المباراه للاطمئنان على الحاله البدنيه والفنيه ليهم، وكان الاداء الى حد كبير جيد. طلعنا بعد كده على ساحل العاج، وكان الحقيقه الكابتن هاني النجدي كان موجود هناك، كان طلع معانا من المغرب ونزل ترانزيت، طلع على طول على ساحل العاج ما دخلش على المغرب، والحقيقه كانت فايده كبيره جدا وجود هاني النجدي بالتنسيق مع السفاره المصريه وسياده السفير اشيد مره ثانيه وسياده السفير محمد فاروق الحمزاوي. تنسيق جيد جدا، تذليل العقبات، وهاني الحقيقه قام بدور جيد جدا. البعثه جت لقت الغرف كلها نظيفه، الاكل موجود، التكييفات شغاله، ما كانش في اي شكوى الحقيقه من التنظيم بالنسبه لنا احنا كبعثه النادي الاهلي، واحنا معانا برضو احنا بعثه مصريه بتضم النادي الاهلي ونادي الزمالك موجود معانا. تمام. فالحقيقه جينا كل المعسكر الحقيقه بالنسبه للعيبه جيد جدا، هي مشكله بس وحيده، مشكله الاكل هي اللي بنحاول نحلها الحقيقه، مشكله كبيره، لان الاكل احنا قاعدين في معسكر فيه كل الفرق سواء السيدات او الرجال، فبالتالي نوعيه الاكل مش كويسه، تزاحم على الاكل بشكل كبير. غير كده الحقيقه المعسكر جيد جدا الى حد كبير. بدأنا البطولة بمباراة امبارح زي ما حضرتك تفضلت وقلت بفاب الكاميروني، أشرف فيها الكابتن عاصم جميع اللعيبة، اللهم إلا فقط حماصة ويوسف معرف المحترف التونسي، وكان وجهة نظر كابتن عاصم اللي هو الأفضل راحة اللعيبة المحترفين والمعارين سواء المحترف التونسي أو معار من نادي سموحة، والبدء بيهم من مباراة بكرة إن شاء الله، مباراة ريد ستار. مباراة امبارح كانت امبارح متوسطة المستوى، الصالة الحقيقة جيدة جدا، هي الحالة الحاجة الوحيدة بس مشكلة في الصالة ان الصالة غير مكيفة والجو رطوبة عالية جدا، ولكن ان شاء الله ربنا يوفقنا واللعيبة بتاعتنا امكانياتها الفنية والنفسية والبدنية تقدر تنافس وتكسب، ترجع بكاس البطولة ان شاء الله.
كابتن جوهر دائما ابدا انت كانت على الاقامه وقلت الاقامه جيده جدا، بس موضوع الاكل، موضوع الاكل ده ممكن نقدر نحله ازاي بالنسبه للاعبين؟ انت عارف اللعيبه محتاجه الاكل، عارف كنت لعيب كبير وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، اهم حاجه الاكل بالنسبه للاعبين. انا عارف ان انتوا واخدين معاكم اكل، لكن لعيب برضه كنت حارس مرمى في النادي وفي المنتخب وسافرت افريقيا وعارف المشاكل اللي احنا دايما بنقابلها في بطولات افريقيا سواء على مستوى الانديه او مستوى المنتخبات. يمكن احنا كنا بندور اللي يكون في شيف يطبخ للفرقه ونجيب احنا الاكل من بره، ولكن للاسف المكان اللي احنا قاعدين فيه الاكل بيجي من بره، فبالتالي ما فيش مطبخ يعد فيه الاكل. فدي يعني يمكن هنا الجاليه اللبنانيه 80,000 موجوده في ابيجان، المطاعم هنا كتير قوي، ولكن المطاعم غاليه بالنسبه للتكلفه تكلفه الاكل، ولكن احنا بنحاول الى حد كبير عاوزين اللعيبه ترتاح على المستوى المعيشه على مستوى الاكل والشرب عشان تقدر تدي بشكل كبير، وده الحقيقه لغايه دلوقتي كابتن عاصم حماد وكابتن هاني النجي موفرين وانا معاهم طبعا موفرين الكلام ده باريحيه. انا عارف طول عمر عيله الهاندبول رجاله ويقدروا يعدوا الموقف الصعب ده كابتن جوهر، لكن عايزين برضو نتكلم على بما انك كابتن جوهر نبيل كابتن منتخب مصر والنادي الاهلي، عايزين نتكلم عن الناحيه الفنيه للبطوله بعد ماتشين او بعد يومين. النادي الاهلي لعب النهارده ماتش وامبارح ماتش، والنهارده كان عندنا في ماتشات في بطوله افريقيا، راي كابتن جوهر نبيل ايه في الناحيه الفنيه في البطوله؟ هو لغايه دلوقتي المستوى متوسط، لسه الفرق القويه ما لعبتش بعض. النهارده نادي الزمالك كان عنده مباراه لا مع اغادير المغربي وكسب اعتقد فرق 9 أو 10 اهداف، ما تقدرش تقول لغايه دلوقتي المستوى واضح، مستوى لغايه دلوقتي متوسط يمكن تحت المتوسط. اعتقد في الادوار الثانيه هيبان جدا المستوى الفني بشكل كبير، ولكن اتوقع الدور الثمانيه ودور القبل النهائي والنهائي هو هيبان فيه المستوى الحقيقي في البطوله، لان هيحصل فلتريشن او الفرق القويه هي اللي هتبقى موجوده بشكل. على كل الاحوال النادي الاهلي عناصر داخل الملعب، القياده الفنيه خارج الملعب قادره ان شاء الله اللي هي تحسم البطوله الافريقيه مع كامل الاحترام لجميع الفرق الموجوده وبصفه خاصه طبعا الزميل من بلدنا نادي الزمالك. احلامنا وطموحاتنا كبيره في اللعيبه وفي الجهاز الفني، وده مش بس كلام ولكن ده افعال. النادي الاهلي محقق نتائج كويسه السنه اللي فاتت في الدوري والكاس، القياده الفنيه جيده، نتائج كانت جيده في الدوري قبل ما نطلع. كابتن جوهر نبيل باذن الله يا رب يا رب باذن الله هنتابعكم كل ماتش، بس عايزين نعرف استعداد النادي الاهلي النهارده كان راحه عمل ايه استعدادا لمباراه بكره مع ريد ستار، وهل في جمهور جوه الملعب مع الفريق الايفواري ولا ايه بالظبط؟ يمكن كابتن خالد واحنا بنتكلم دلوقتي على التليفون الكابتن عاصم حماد وكابتن محمد عادل وتامر عادل موجودين في الملعب داخل القريه الاولمبيه اللي بيعسكر فيها جميع الفرق. كان مباراة بدأت الساعة 6 بتوقيت الإيفواري، الساعة 8 بتوقيت القاهرة، وما زالت مستمرة استعدادا لمباراة غدا إن شاء الله. مباراة غدا هتبقى الساعة 6 مساء بتوقيت الإيفواري، 8 مساء بتوقيت القاهرة. يمكن بعض الناس بتسأل على السوشيال ميديا المباراة مذاعة ولا غير مذاعة، المباراة غير مذاعة، بيبقى في لينكات على السوشيال ميديا بتطلع على حسب الماتشات مش لكل البطولة، ولكن بنحاول إلى حد ما، وأنا شخصيا بحاول ادي فيدباك أو اتابع الناس على خلال السوشيال ميديا وانا قاعد في المقصوره في خلال المباراه. بالنسبه للجمهور امبارح الحقيقه كان مباراه ريد ستار كان فيها جمهور كتير جدا، وحاضر فيها وزير الشباب والرياضه ووزيره التعليم. بالمناسبه وزير التعليم هي كانت لاعبه كره يد السابقه بالمنتخب الايفواري، كانت حاصله على بطوله افريقيه وبتحظى الحقيقه بشكل كبير على جماهيريه كبيره وبصفه خاصه اللي هي والواحد بيتشرف بيها اللي هي من عائله كره اليد الافريقيه والعالميه. فان شاء الله بكره هيبقى مباراه هتلاقي جماهير كتير جدا، في حماس كتير، وبطبيعه الحال الفرق الافريقيه لو احنا استمرينا معاها قريبين في النتيجه فرق 4-5 بتبقى مشكله كبيره، لان حضرتك عارف ولعبت في افريقيا ان الفرق الافريقيه بتتحمس بشكل كبير لما بتلاقي فيه نديه او السكور قريب، وده اللي الحقيقه قال عليه كابتن عاصم النهارده لازم يكون في فرق سكور كبير من اول المباراه. طب كابتن جوهر سؤال تاني على ارضيه الملعب، ارضيه الملعب الصور اللي جت قدامي كانت ارضيه باركيه اعتقد، مظبوط كده ولا؟ ارضيه مظبوط، ارضيه خشب. كابتن مدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الافريقي كان اتكلم في الموضوع ده وقال كان المفروض الارض دي تتعمل كفليكس
وخصوصا الاتحاد الدولي بيدعم دكتور حسن مصطفى المصري، دكتور حسن مصطفى بيدعم الفرق الافريقيه والبطولات الافريقيه، بس دي مش مسببه اي مشاكل بالنسبه للعيبه الارضيه. كابتن جوهر، كابتن جوهر اعتقد قطع فصل معانا. كابتن جوهر كان بيتكلم على مستوى الاقامه ومستوى المعيشه للنادي الاهلي، وبيتكلم ان هي فعلا حاجه كويسه، لكن هو كل مشكله لعيبه النادي الاهلي في الاكل، اعتقد ان هو هيتغلب عليها كرئيس بعثه، ككابتن كبير لكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر اكيد بيتواصل. شكر السفاره المصريه المتمثله في السفير المصري السفير محمد فاروق الحمزاوي اللي هو سفير مصر في ساحل العاج، واثنى جدا جدا على استقباله لبعثه النادي الاهلي. عندهم مشكله جوه الصاله كمان بخصوص تكييف الصاله، اللي هو تكييف الصاله المغطاه اللي بيلعبوا فيها نسبه رطوبه عاليه، اعتقد ان في مشاكل بتقابل بعثه النادي الاهلي هناك، لكن اعتقد باذن الله ان بعثه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله قادره ان هي ترجع وهي حامله اللقب زي ما كابتن جوهر قال. اعتقد ان احنا هنتابعهم خلال كل يوم باذن الله من خلال الاهلي الليله، هنتابع بعثه النادي الاهلي هناك وباذن الله يشرفونا ويرجعوا بكاس البطوله من هناك، لان دي حاجه مهمه جدا 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 لجماهير النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله دلوقتي هنستقبل ضيفين كبار، كباتن كبار عندنا في الكره الطايره، اثنين كباتن، كابتن نور ياسين وكابتن دانا شوقي، هنقعد معاهم ونتحاور معاهم على اللي حصل من اول السيزون معاهم وطموحهم في المستقبل والوضع بالنسبه لهم ايه، ونسالهم عن الدوري المصري والبطوله الافريقيه اللي جايه، ونسالهم على حاجات كتيره. كابتن جوهر معلش ارجع لنا مره ثانيه. كابتن جوهر معلش الشبكه فيها مشكله. كنا بنتكلم على مستوى الارضيه، حضرتك اتكلمت على كابتن الدكتور حسن مصطفى يعني بيشجع الترفليكس وبيدعم الدول الافريقيه في اللي هو يقدروا يلعبوا على الترفليكس. اتفضل. فعلا، بس دي مش مسببه مشكله بالنسبه للعيبه الارضيه الى حد كبير، اللعيبه يعني متفاعله معاها وكده وتلعب عليها، هي بس المشكله الاكبر مش في الارضيه، في الرطوبه العاليه، لان الصاله مفتوحه ومفيش تكييف. فانت عارف طبعا لعب كره اليد طبعا يعني لعبه سريعه عنيفه مع جو رطوبه بيبقى في عرق، مع العرق بينزل العرق ده بينزل على ايدين اللعيبه، فبالتالي الكوره بتزحلق هيبان في الماتشات المهمه القويه طبعا، زي في اخطاء بتحصل كتير والكوره بتزحلق من اللعيبه او كتير. ولكن طبعا احنا معانا الماده اللاذقه زي بس مع العرق برضو الكوره بتروح، ولكن على العموم احنا اللعيبه متعوده على الاجواء دي سواء على مستوى الانديه ومستوى المنتخبات، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونرجع باذن الله بكاس البطوله ان شاء الله. كابتن جوهر كلمه اخيره، قلت ايه للاعبين في اول السفريه؟ انا عارف بدك تبع حصل اجتماع، قلت لهم ايه قبل ما تسافر وبتقول لهم ايه كل شويه؟ اتفضل يا كابتن. هو بالنسبه لنا روح الفانيلا الحمراء، هو الحماس والقوه والجديه ده اهم حاجه في الملعب، ولما تلاقي اللعيبه بره الملعب بتفرق جامد جدا في الروح القتاليه واللمه على الاخطاء، كل لاعب جنبه لاعب ثاني بتفرق جوه الملعب، فبالتالي الروح والحماس والقوه هو ده دايما كلمتي مع اللعيبه، ثم بيبقى دايما بيبقى في عادات فرديه، بما اني كنت لاعب كره يد بدي الناس بعض النصائح، ولكن في العموم الجانب الفني طبعا يختص بكابتن عاصم اكيد، وهو الحقيقه جدير وخبير بالجانب الفنيه، انا فقط بس جانب مساعد، ولو في اي حاجه ثانيه كابتن عاصم طبعا محتاجني فيها انا ببقى موجود طبعا. كابتن جوهر نبيل عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه كره اليد في النادي الاهلي في ساحل العاج، كل امنياتنا الطيبه لحضرتك باذن الله وللفريق النادي الاهلي بالعوده بكاس افريقيا باذن الله. شكرا كابتن جوهر. ودلوقتي هنخرج لفاصل ويرجعوا لنا يخشوا لنا اثنين ضيوف كباتن كبار دانا شوقي ونور ياسين، هنتحاور معاهم جوه الكره الطايره وهنعرف كل اسرارهم بعد الفاصل. ان شاء الله. ميرسي يا كابتن امير. رجعت لنا مرة تانية مع اثنين نجوم كبار في لعبة كرة الطايرة، هم ناشئات أو شابات لكن هم نجوم كبار حققوا مع النادي الأهلي إنجازات
كبيره، لكن في اول السيزون حصل مشاكل كده، هنعرف منهم ايه اللي حصل معاهم وليه مش قادرين ينزلوا الملعب لغايه دلوقتي، وايه اللي حصل واللي حصل في السنين اللي فاتت وكل حاجه. هيكونوا معانا كابتن دانا شاوي. مساء الخير مؤدية الفريق. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام. لابسه احمر كده جايه. اهلي كده تمام. ومعانا كابتن نور ياسين احد اقوى ضربات في النادي الاهلي وفي افريقيا. كابتن نور مساء الخير. مساء النور. كابتن ياسو احسن ولا كابتن نور؟ كابتن ياسو. اشمعنى؟ يلا. لا عايز اعرف ايه بقى ياسو واشمعنى؟ قالوا لي نور ياسين ياسو ويسوى اسم حتى السوشيال ميديا بتاعك على السوشيال ميديا. بابايا لما كان بيلعب حضرتك عارف ان هو كان لعيب طايره وكده، فكان بيتنادله وهو المدرب الايطالي بتاعه ما كانش يعرف يقول ياسين فقال ياسو. طب كويس. فانا بقى لما دخلت منتخب مصر وبتاع وبدات ان انا اتعمق بقى، وحتى ستايل لعبي السبايك بقيت العبه زيه، وانا بضرب بزعق روح اللي هي القتاليه دي قوي، فبدا ان هو يجي واحده واحده الناس بتناديني ياسو، فبدات ان انا اتعود خلاص ان هو اسمي ياسو يعني. حتى لما حد بيناديني نور اللي هو كنت ما تقدريش لو حد قالك يا نور او كابتن نور هو اصلا نور الله، فلما حد بيناديني نور اللي هو ايوه حضرتك لا مش ده خالص مش هو. فدايما بقى ياسو خلاص بقى ياسو بالنسبه لك. كابتن دانا في سؤال دايما تقليدي شويه، معلش لازم انت عارفه انا تقليدي مع كوتش الاسئله المظبوط. رحنا ملعب كره الطايره ازاي؟ وصلنا النهارده نكون من احسن مواطنين في النادي الاهلي وعلى مستوى افريقيا، فدخلنا ملعب كره الطايره ازاي؟ لازم نقول للشباب الشابات الصغيرة ازاي النجوم يخشوا ملعب كره الطايره، وصلوا ازاي؟ هو مبدئيا انا كنت في الاول ما بحبش الفولي. ده مبدئيا كده؟ مبدئيا كده. طب خلاص ما نتكلمش في الفولي، نتكلم في حاجه ثانيه. لا كنت بلعب، كان عندي دخلت حاجتين. دخلت الفولي عشان كانت مامتي دايما بتقول لي لعبه حلوه وكده، بس انا كنت لسه صغيره. ودخلت سباحه. كويس. كل ده في النادي الاهلي وكملت، ما طلعتش بره. دخلت سباحه وخلاص قربت ادخل فريق النادي، وكنت في المدارس بتاعه الفولي يعني كنت ماشيه الاثنين مع بعض، كنت اخلص تمرين السباحه واطلع تمرين الفولي. جت في يوم من الايام خلاص كانت تمرين السباحه بقى الساعه 5 الفجر ونصحى الصبح بدري، ما قدرتش الصراحه. انت اللي رفضتي ده؟ انا اللي مش رفضت. الاسره؟ لا خالص، انا اللي رفضت علشان ساعتها انا اللي هختار انا عايزه العب ايه ومش عايزه العب ايه. هايل. دخلت كملت في الفولي في يوم من الايام كان ساعه الاختبارات، مش فاكره كابتن نبيل صلاح؟ لا كابتن اسلام المغربي اخذني من الفرقه من ساعه الاختبارات بتاعه المدارس، بيعملوها كل سنه عشان يشوفوا ناس تطلع يعني. في مدينه نصر؟ في مدينه نصر. مظبوط. وقال لي هتدخلي الفرقه معانا. انا طبعا كانت صدمه حياتي صدمه حياتي اني ادخل. يا خبر ابيض الدرجه دي؟ كنت دخلت بقى الفرقه مش عارفه حد لسه في اول 8 سنين يعني حاجه بسيطه طبعا. فدخلت ولعبت، وبعد كده بقى دخلت الفرقه ما كنتش بلعب لحد 14 سنه يعني، كنت بس موجوده في الفرقه. كويس جدا. بقيت العب مع كابتن خالد عبد الرحمن. هو اللي نزلني الملعب. هو مره اجي قال لي يا دينا يلا انزلي العبي، قلت له نعم. قلت له طب تمام، ورحت نزلت. ومن ساعتها الحمد لله يعني ربنا بيكرمني كابتن هشام صالح، طبعا كابتن ممدوح اسماعيل. كابتن ممدوح اسماعيل هو اول كابتن يطلعني فيرست تيم. وبعد كده كابتن حمدي صوفي طبعا. وفي المنتخبات بقى الناس كانت بتشجعني وكانت بترفع من يعني من روحي المعنويه ويقولوا انت ليكي مستقبل، وكل ده مع التمارين يعني. وانا ما بطلتش التمارين، وكنا دايما خلص مدرسه واروح التمرين، من المدرسه للتمرين والتمرين للمدرسه. حاجه متعبه جدا في حياتي الرياضي. قولي لي يا نور، هقول لك ياسو احسن ولا نور؟ عايز اقول لك ايه؟ ياسو بلاش نور. قولي لي ياسو مين اتصاب الاول؟ أنا اتصبت الأول. أنت اللي اتصبت الأول. أنا اتصبت يوم عمليتي. يوم عمليتك. ما شاء الله. احنا لازم نقول لجمهور النادي الأهلي إن كابتن ياسو أمين وكابتن دانا شاوي الاثنين رباط صليبي اتصابوا يعني في ثلاث أربع أيام في منتخب مصر. لازم نعرف منهم هو إيه اللي حصل بالظبط وإزاي، والأحمال زيادة لا قليلة. لازم نفهم من كابتن ياسو، قولي لي إيه اللي حصل بالظبط يوم إصابتك؟ أنا يوم إصابتي أولاً أنا كنت ولا أحمال ولا بتاع، لأن أنا كنت بشتغل مع مدرب أحمال كويس جدا يعني. هايل. كابتن مدرب الاحمال بتاع الرجال بتاع كره الطايره، الحمد لله انا كنت في مستوى عالي جدا ما كنتش محمله خالص، وهو هايل اصلا وصلني لمرحله كويسه جدا. رحت التمرين عالي جدا ومفيش اي مشكله، وبلعب فول باور ومفيش اي مشكله. الاصابه ما كانتش حتى ما ينفعش تصنف رباط صليبي، ما ينفعش الاصابه تبص عليها من بره دي وقعت جالها سكان انكل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انا طالعه بضرب
واحد يتذكر مش عايز تفتكر لا 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 عيد افتكر بقى خلاص ما احنا كويسين دلوقتي اتفضل طلع بضرب عادي جدا فدخلت كان مدرب قدامي بيطلع بلوك عادي كويس جدا فدخلت وبضرب فطلعت رحت رزع الكوره وجبت البوينت وبتاع كده ونزلت مفيش اي حاجه ولا ركبتي لفت ولا طرقعت ولا طلعت قدام ولا ورا مفيش اي حاجه حصل خالص في وجع بقى في ركبتي انا مش حاسس يعني انا حسيت فجاه ان في وجع في ركبتي انا مش فاهمه ليه بس في وجع وبتكملت ورحت اتمرنتي كملت التمرين لا انا ريحت يعني انا قعدت على الارض بعد الكوره دي لان الالم بدا يزيد فجاه بسرعه فما فيش اي حاجه وبتاع وكده وان شاء الله يا جماعه هتبقى قطع وبتاع فعملت رنين في يوميها اقصى حاجه ممكن اتخيلها ده كده غضوف يعني كده انا اديت الاصابه حقها يعني ده الاخر كده ده كده الاصابه حقها يعني وفي الاخر الاشاعه رباط صليبي وقطع في الثلاث اوتار ما عدا الوتر الخلفيه عشان هو محتاج اللي هو الحادثه لكن ثلاث اوتار مقطعين ويومين كده وهنروح نعمل عمليه عادي جدا اللي هو والواحد بقى مشرك بقى للحياه اكيد اكيد يعني قطع اللي هو كده يعني يومين ثلاثة ونرجع يلا اربط البتاع وانزل العب يعني لا رباط صليبي حسيتي بجد بجد يا اسو حسيتي بيه؟ لما فوجئتي ان ده رباط صليبي ده انا اول حاجة اصلا دكتور سامح سامح ظلام ما شاء الله عليه بس هو عشان احنا مترابطين ببعض قوي ما عرفش يقول لي يعني هو ما عرفش هو قاعد باصص لي كده اللي هو اقول لها بقولهاش اللي هو يعني ومامتي كانت مامتي كانت معايا فاللي هو رباط صليبي فانا اللي هو اكنه شني اصلا لو حضرتك طب انا المتصابه انا اللي وجعني فراح قايل لي يا رباط صليبي وبتاع وكده وهنعمل هنروح للدكتور شيوي ما شاء الله دكتور هايل فعلا وهنشوفه وبتاع وكده عملية دكتور شيوي انا رحت له قال لي الاشاعه بالظبط من غير ما يفتحها من غير ما يفتحها اصلا خالص. قال لي الاشاعه وانت عندك كذا وعملتي كذا وهنعمل كذا يعني مش راحة ده يعني حاجة إلهية كده اللي هو لا خلاص أنا هعمل وكانت يعني متيسرة جدا بقى معاكي. اللي هو يلا هنعمل عملية مفيش أي مشكلة لما تيسرت معاكي قفشت معدنة صح؟ ما اعرفش جت بقى معاكي بقى جت معاكي خلاص حبيبتك بتحبيها قوي للدرجة دي؟ قوي ما اقدرش اسيبها صح؟ طالعة معاها في كل حاجة فلازم اسيبها انت فريق واحد صح؟ انتوا فريق واحد طالعين مع بعض طالعين مع بعض طب ايه اللي حصل؟ مفيش انا يوم ما عمليتي نور ياسو نور ياسو ما سبتهاش لوحدها هو اللي حصل كالتالي هو التمرين انا ما اعرفش ايه اللي نزلني يومها هو انا نزلت صحيت الصبح التمرين كان الساعه 1 كويس تمام عادي الساعه 1 دي معلش انا اسف احنا في الهاندبول عندنا بيبقى بيتمرنوا الصبح يا اما بالليل واحده لا هي واحده دي بيقفلوا لنا اليوم طبعا الموضوع منتهي ما تخلصيش على نفسك قوي كده بس بالراحه تعرف قبليها كنت عامله عصب في اسناني فمديني بنك فطول الليل طبعا وجع العصب ده اليوم اللي قبليها قبليها على طول مفيش طول الليل مش عارفه انام كويس جدا فتمرين واحده مقبول اني يعني انام واصحى انا صاحيه على مكالمات مكالمتي يجي 10 مكالمات من صحابي على 23 مكالمه من ماما انت التمرين اتبدر من واحده بقى 12 او 11 يعني انا صاحيه كل ده الساعه 10:30 يعني ما بين ربع ساعه المفروض انزل كويس وانا كل ده مش شايفه طبعا انا صاحيه الصبح مش شايفه طبعا نزلت مفيش صباح الخير يلا هنلعب هنبدا بلوكات هنبدا مفيش نبدا على طول تمام بدات وكل حاجه تمام والدنيا ماشيه وبلعب وكل حاجه مش عارفه ايه اللي حصل انا مش عارفه ايه اللي حصل مش فاكراها لا فاكره طب ايه بقى انا مش عارفه ايه اللي حصل يعني بنلعب 6 و6 كويس مفيش بنلعب 6 و6 عادي بنلعب عادي كويس ومره واحده رحت اجيب كوره يعني كاننا مثلا هناك كده ورايح اجيب كوره عادي وقعت مره قمت كويس نفس الكوره ما قمتش وقعت هم بقى اللي قوموني هم اللي قوموكي هم قوموني طب وقالوا لك برضه رباط صليبي ما حدش قال لك هم انا وانس اني وقعت مفيش انا اول مره احس بركبتي بتلف اول مره يعني انا كان عندي مشكله في ركبتي فعلا كانت ضعيفه كنت بتفكري لحد قبل كده ايه يقول لك ركبته دي لفت فكنت عايزه تجربي ولا حاجه ولا ايه؟ صح؟ ممكن صح؟ كنت عايزه اجربي اقول لهم هو لو حصل لي صليبي ايه يعني ايه اللي هيحصل؟ اتفضلي احكي لنا مفيش هو انا وقعت مفيش هو شايفه الدنيا سواد عياط سويت هو الناس صحابي بيقولوا لي هو احنا كنا بندخل الصاله نسمع سويتك مفيش كل الفرقه جت قومتني حطتني هم انا اصلا كنتش عارفه هم بيلمسوا رجلي مفيش هم مش قادره مفيش حركه انا كنت عارفه ان هو رباط صليبي بس قلت ايه ممكن يبقى عادي يعني بهزر انا ممكن اكون بدلع يعني تمام مفيش دخلت
بالليل بقى دكتور سامح برضو. دكتور سامح ظلمهم ما شاء الله. هو متعهد معاكم؟ هو ما شاء الله كويس جدا. دكتور كويس جدا. دكتور كويس يعني. بس هو شكله متعهد متعهد صليبي بولي. متعهد صليبي بولي. هو اول حد كلمته يعني وكده، وهو قلنا له الاعراض وكده، وشفته يومها يعني فيش، عمل لي كذا حاجه وسكت برضو. هنشوف الاشعه. هنشوف الاشعه. هنشوف الاشعه. مفيش. كلموني شفنا الإشعة. أنا كنت عارفة يعني، بس حضرتك عارف لما تبقى الموضوع بيتأكد الموضوع بيبقى صعب. فلما صورت له الإشعة فكلمني في التليفون قال لي ده بصي هو قدر الله ما شاء فعل رباط صليبي. هو مالهاش حل تاني، رباط صليبي وقطع كامل. قطع كامل. طيب بصي. وقرحة. وقرحة كمان. طيب ده أنا دلوقتي إحنا بعد ما كان رباط صليبي وكده المفروض نقعد قد إيه؟ يعني نقعد قد ايه؟ اعتقد انتوا بدأتي انتوا الاثنين بتأهلوا. هتقعدي قد ايه المفروض؟ هو في قرار نزل 9 شهور. 9 شهور ده الانترناشونال. كويس. يعني ايه قرار انترناشونال؟ معلش ده قرار دكتور ولا قرار؟ يعني قرار هو بيمشي على الصليبي ده الستاندر بتاعه. ده الستاندر بتاعه 9 شهور. تمام. هو المفروض كان قبل كده 7، ما بين 6 و7. هو ده اللي انا عارفه بصراحه. نزل قرار جديد قالوا ان هو بقى 9 عشان يبقى فول 100% يعني. بس فهو المفروض ما بين 9 عشان نبقى 100% يعني بس. طب هو الاتحاد الدولي بيساهم في التكاليف دي او بيساهم فيها؟ الاتحاد الدولي لكرة القدم بيساهم في الاصابات الرباط الصليبي. الاتحاد الدولي بتاعنا بتاع الفولي او الاتحاد المصري بيساهم في القصه دي ولا ايه؟ الفولي اللي هو الاتحاد الفولي هو دفع لنا كل حاجه. هو اللي دفع كل وتكفل بكل العمليه والدكتور والمستشفى والعلاج الطبيعي وكله. طيب قولي لي يا ياسو، 9 شهور بتعملي ايه دلوقتي في الوقت الحالي؟ وانا ثانويه عامه، فدي دي اول حاجه في الموضوع. اوعى تجري ثانويه عامه وما تلعبيش فولي. اوعى. لا ما هو الواحد مركز على ثانويه عامه. فاللي هو جت من عند ربنا. جت من عند ربنا في الوقت الصح يعني. انت شايفاها كده؟ انا شايفاها. هو انا دايما اصلا عندي نظره اللي هو ايه، مش نص الكوبايه مليانه، لا ده انا بجيب ازازه وامليها كمان. هي كده بقى. فاللي هو لا يعني كان من عند ربنا، جت في الوقت اللي هو الصح فعلا. لان ثانويه عامه الصح لو كانت دخلت وانا بلعب بولي انا الحمد لله معها كان مستنيني. ما كانش انا كنت علم علوم. انا علم علوم. ما كانش الكابتن ياسين هيدخلك البيت. لا ما انا ناقص لي درجه وحشه كمان. يعني اللي هو يعني فعلا اكتشفت، يعني اكتشفت الموضوع ده ان انا ذكيه، واكتشفت ان انا بجيب درجات كويسه عشان بدات اذاكر. فهي الفكره ان هو الصليبي بقى بالنسبه لي ايه؟ ما عادش اللي هو بقى اكلم صحابي يلا ننزل. انا كده كده ما كنتش بكلمه عشان انا طبعا الفولي 24 ساعه وكنت اتمرن تمرينين في اليوم وبتاع ومركزه. فجه عوض ذلك بقى المذاكره، معلش عشان بس عايزين كليه كويسه، ومعلش العلاج الطبيعي ده. هاتوا 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 انا محتاجاه بجد. احساس اللي هو ايه، وانا فعلا عايزه ان انا ايه العب افكر، ده انا عايزه العب افكر، ده انا عايزه العب بطوله عربيه. فاللي هو 9 شهور ده اللي هو 100% شور ان البني ادم ده رجع طبيعي. ممكن تبقى في 6 شهور بس انت محتاج مش افورت اللي هو الطبيعي، انت محتاج دبل افورت. فانت صاحي نايم يلا نعمل تاهيل، صاحي نايم في كيمستري، طب في مذاكره. بجد الواحد بقى قلقان من كل حاجه في الدنيا، بس ايه بقى ماشي مبتسم. رجليك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. طب سؤال مهم جدا، انا بتكلم بصراحه طبعا، انا على الهوا وانت راجعه البيت تردي كويس. ممكن يطردني والله. ممكن. طب قولي لي بابا بيتكلم معاكي ازاي في الفولي؟ بصراحه كصحاب، كواحد يعني مش كمدرب. بابايا عدى مستوى المدرب ان هو ايه، احنا بقينا نتناقش في مثلا يعني عارف حضرتك لما توصل لمرحله اللي هو ايه، انا عارف انت بتتكلم فيه من قبل ما تتكلم فيه. مثلا اي حاجه تقوم قايلها مثلا دكتور يقوم قايل لك عندي كحه يا دكتور، عندك كذا 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 كذا، هي دي نفس المنظر. فبابايا بيتكلم معايا في الفولي يعني انا شفتها فعلا. بيقولوا ان ما فيش حد بيتكسر لك وبتاع وكده. ده انا بابايا فعلا انكسر لما انا وقعت، اللي هو زعل انا ما كنتش يعني انا ما كنتش فاهمه ليه هو زعلان كده، على قد ما انا يعني انا خالص. حضرتك انا مش زعلان كده. حضرتك انا اتصبت اهو موجوع مش عارفه انام، بس انا مش زعلانه كده خالص. زعل غير طبيعي. وايه بقى بيحاول ما يبينش، وانا وبابايا متعادلين قوي بعض. فانا اللي هو على فكره انت ولا اختك؟ انت ولا اختك مين الاكتر؟ لا انا وبابايا. انا وبابايا صح. لكن اختي متعلقه بمامتي جدا. هي الفكره ان انا وبابايا اللي هو بابايا بقى كان بيحاول يداري وبتاع كده.
على فكره انت بتكذب، على فكره باين انك متضايق والله جد، بس فعلا هو اللي واقف معايا يعني. مامتي شايلاني كويس جدا أكيد. في المذاكره وبتاع، ويلا وهنعمل وهنجيب كليه كويسه. بابايا فعلا شايلني في البولي يعني. ما قفش مره معاكي؟ ايه؟ ما قفش مره معاكي؟ اه طبعا. يا نهار ازرق. قفش؟ يا نهار ازرق. طب كفايه كده عشان تروحي البيت. كفايه كده عشان تروحي البيت. انا هروح بس على الباب يعني. على الباب؟ على الباب، خدي هدومك وروح. قولي لي، ده انا الاسره طبعا اكيد ليها عامل معاكي. ايه العامل المؤثر في الاسره؟ لان خلاص ما بقتش زي زمان. انا كنت زمان كنت بروح لوحدي. والبنات نفس الكلام، لكن دلوقتي اعتقد الاسره بتواجدهم مع اللعيبه او الرياضه عشان يطلعوا لعيب كبير. تقول لهم ايه؟ اقول لهم ايه؟ اه طبعا. هقول لهم شكرا. استحملتوني كتير، ربنا يخليكم ليا، انتوا اللي هتساعدوني ان انا ارجع تاني الملعب. و مش عارفه، هو شكرا يعني. شكرا دي كلمه كبيره. طيب بصوا، عايزين نسيب الاصابات شويه ونتكلم بقى على ايه؟ عن بطولاتكم. عايز اعرف يعني، انت قلتي في حديث كتيره، قريت لك حديث معين وقلتي ان اصعب حاجه عندك في الحياه هو التركيز قبل البطولات. الكلام ده صح؟ مش تركيز قبل البطولات، تتضايق من المعسكرات الطويله حاجه زي كده. هي ده معروفه. تمام. هو قبل المعسكرات او البطولات الجامده بيبقى فيه زي تنشن زياده، ان انت ان احنا عايزين نحقق البطولات. عشان كمان اسم النادي الاهلي محتاجين ان احنا نبقى التوب دايما. فهي بتبقى شويه تركيز زياده، ان احنا يا جماعه احنا لازم نكسب، لازم نحط تركيزنا كله، ولازم نتمرن بجد. فهو الموضوع ده كله مش هيحصل لو مثلا ايه هزرنا شويه لعبنا شويه. هيقع التركيز، هيقع كل حاجه احنا عملناها طول السيزون. فهو دي بتبقى التنشن اكتر يعني، وقت تنشن في ال... بس قلتي ان التركيز ده ممكن يجيب نتيجه عكسيه. صح؟ فعلا. اقول لحضرتك حاجه، لما احنا نبقى طول السنه او طول السيزون، احنا السيزون بتاعنا طويل طويل بزياده، وخصوصا ان انا ونور بنلعب فوق وتحت. فهو السيزون بتاعنا طويل شويتين ثلاثه. كل الماتشات بتلعبوهم تحت وفوق الاثنين؟ لا، الماتشات المهمه تحت واساسي فوق. تمام. فهو احنا بنبقى محتاجين ان احنا شويه نهدى شويه يعني، ممكن نركز بس اللي هو ايه، يبقى في حاجه ترفيهيه في النص كده، اللي هو مش تنسينا بس. اللي هو نفك شويه. تفكوا شويه. مين بيخليكم فاكين في الفرقه؟ اعتقد انت تقريبا. انا يعني متهيألي ده صح ولا مش هي؟ طيب. في افريقيا الاخير ده يعني. انا لان انا بص عامله زي الطالب اللي هو ايه، بذاكر طول السنه واجي في ليله الامتحان انا خجل. ايه دي؟ بتمرن طول السنه بطريقه غير طبيعيه. لكن يوم الماتش فاينل ولا الهوا ولا الهوا. يوم الفاينل بتاعنا اللي هو لما كنا رايحين شغلت الباص، كانت اللي هي بتاعت محمد مش فاكر رمضان بتاع اغنيه كده كانت نازله تند، اللي هي اقوى كات في مصر. شغلتها. ويا جماعه لازم نفك، لان هي الفكره ان هو انت لو فضلت مركز جامد قوي زي ما دانا قالت كده، عامل زي اللي هو ايه، انا مركز، لا انا هعمل كذا، انا هعمل كذا، انا هعمل كذا، وهتنسى انت هتعمل ايه وهتنسى هتعمله ازاي. فاللي هو ثانيه، لو انا مش اتدربت كويس او انا مش فحت نفسي لدرجه ان البني ادم اللي قدامي مش هيعرف اصلا يقارن نفسه بيا، خلاص. بس عايز اقول لك على حاجه برضو، جمهور الاهلي لا يرضى بالمركز الثاني. دي حقيقه. بلاقيكي بتتفاعلي مع جمهور في اخر بطوله افريقيا، اتفرجت عليكي فيها متفاعله تماما مع الجمهور، بتروحي لغايه الجمهور تقريبا عشان على بونت وترجعي تاني الملعب. انا بعشق الجمهور. انا مش عارفه اللعيبه اللي هي بتقول بقى بتوتر لما الجمهور بيجي، الجمهور ايه اللي بتوتر لما بيجي؟ انا بعشق الجمهور لما بيجي. اكن ايه؟ اكنك نار جواك، وكل ما حد بيزعق كل ما انت اللي هو ثانيه واحده انا هنكسب يعني. عارف العزيمه والاصرار اللي هو لا، الناس دي مش هتقع زعلانه. الناس دي مش هتقع زعلانه، هي دي اللي بتيجي في دماغي فعلا. انا فعلا لما بطلع اضرب كوره وصوتهم يعلى، انا فعلا بكون اللي هو ثانيه واحده، ده في كوره ثانيه جايه اعلى من دي عشان صوتك عالي. بجد الجمهور الاهلي بالذات ليه ستايل اللي هو ايه، بيخلي اللعيب يا جماعه انا اسفه جدا مش هينفع نخسر، انا اسف جدا والله. الاول مستنينا. مفيش الروح عاليه، بيديكي روح. يعني اللي هو متفاعله مع السوشيال ميديا معاهم. في السوشيال ميديا مؤخرا لا، لان ثانويه عامه طبعا انا شلت فيسبوك، شلت كل حاجه. لكن قبل كده كان في ناس اول ما جات لي الاصابه كانوا فعلا، عملت سكرين شوت للكلام بتاعهم، كلام جميل جدا. كلام الواحد يبص عليه ساعه ما يكون متضايق او ساعه ما يكون حاسس انه مش هيرجع. لا، الناس دي واقفه معايا، وبالذات عشان لما اتصاب كان في ناس بقى اللي هو طبعا ثانويه عامه اتصابت، السلام عليكم يا جماعه عشان هتكل على الله. قولي لي، ده انا التفاعل مع الجمهور على السوشيال ميديا حاجه مهمه؟
محتاجين ان احنا يبقى في زي كوميونيكيشن ما بيننا وما بين الجمهور علشان نحسسهم ان احنا يعني بنحبهم. مين الصاله لما بتخش من غير جمهور بتبقى شكلها ازاي بالنسبه لك؟ لا هو انا في ماتشات بتلعبوها كده. في ماتشات بنلعبها كده بس مؤخرا في البطولات بتاعت افريقيا والعربيه وكده خلاص تعودت على الجمهور، فلما بندخل ماتش ساكت خلاص يا جماعه احنا هننام. هننام، احنا محتاجين احنا نشجع بعض يا الجمهور يجي يشجع، ما لهاش حل تالت. فلا هو الجمهور حاجه مهمه جدا جدا. قولي مش عايزه تنزلي الملعب النهارده بكره امبارح؟ انا هموت. انا لو اصلا بشوف كوره في الشارع يلا اموت اجلي والعب يلا. لا 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 يا نهار ازرق. انا فولي بالنسبه لي مش بتمرني كوره يعني فولي في البيت. طبعا يا نهار ازرق، انا اسيب الكوره كده وما العبش. هي الفكره مش كده، هي الفكره تخيل ان انت بتعمل حاجه بقالك دلوقتي يعني لما هتم 18 14 سنه بتعملها مرتين في اليوم 6 ايام في الاسبوع او تسيبها بقى ايه يلا 6 شهور تسيبها، لا يمكن، مستحيل، مستحيله فعلا. الواحد نايم بيحلم بالماتشات، يصحى طب اتفرج على الماتش بتاعي، طب خلاص خلصت المذاكره اللي ورايا اقعد العب في الكوره على الحيطه، حمزه تعالى العب معايا ده اخويا الصغير. لا 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 الواحد بيفرح لما هلعب. ايوه انا عايز تنزل الملعب ده كده دلوقتي. ده كده طب اقول لكم ايه، عندي اقتراح لطيف. ايه رايك انزلك الملعب دلوقتي؟ طيب تمام تعالى نشوف هيحصل ايه دلوقتي. طبعا هم اخواتي صغيرين وانا واثقه ان هم ان شاء الله يقدروا يرجعوا احسن من الاول بكتير، وهم من اكتر اللعيبه يمكن هم سنهم صغير ومتصاعدين معانا من هم صغيرين، لكن هم كبار جدا في الملعب ومن اكتر اللعيبه اللي بتاثر معانا في الملعب، وكان ليها دور في حصد البطولات اللي فاتت، وان شاء الله هيكون لهم دور اكبر في البطولات الجايه. ترجعوا لنا بالسلامه ان شاء الله. دوري ودانا وحشتونا قوي، ان شاء الله ترجعوا بالسلامه، الملعب ناقصكم وان شاء الله ترجعوا قريب. ازيكم نور ودانا؟ يلا قولنا بالسلامه بسرعه عشان احنا محتاجينكم في الفريق. الف سلامه يا نور انت ودانا، ولازم تعرفوا ان ده نصيب وقدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله هترجعوا احسن واقوى من الاول بكتير عشان احنا محتاجينكم. و انا ياسا I miss you baby so much come back soon. نور دندن الف سلامه عليكم، ان شاء الله ترجعوا احسن من الاول قريب ان شاء الله. دانا ونور وحشتونا جدا، وان شاء الله ترجعوا احسن من الاول، والف سلامه عليكم. نور ودانا الف سلامه عليكم، يلا ارجعوا بقى احنا مستنيينكم، ان شاء الله ترجعوا احسن من الاول وحشتونا قوي. دانا ونور الف سلامه عليكم، ان شاء الله ترجعوا احسن من الاول وحشتونا. نور ودانا وحشتونا قوي قوي، يلا ان شاء الله ترجعوا لنا بالسلامه وترجعوا احسن من الاول باذن الله. ايه لا احنا مش جايين نعيط، ما ينفعش والله يعني ادوا ادينا عياط. طب انا عايز اتكلم معاكم، هو في ايه طيب في الحلقه؟ يا نور ايه وحشوكي. انا مش عارف اقول لكم ايه، وانت عيطت كمان. طب ايه بلاش كده تاني، طب نطلع فاصل، ايه رايكم؟ طب نطلع فاصل ونكمل كده. طب احنا نطلع فاصل بس يعني لازم بس عشان نشوف الامور شكلها ازاي، وترجعوا لنا مره ثانيه عشان نكمل مع كابتن دانا وكابتن نور. معلش الموقف كان مؤثر شويه بين دانا ونور مع لعيبه الفريق الاول، هم وحشينهم جدا. هو فعلا لما خرجنا فاصل هم الاثنين مش قادرين يتمالكوا الامور، نفسهم يكونوا موجودين في الملعب. لازم نسمع منهم كلمه يقولوا لهم ايه عشان نبتدي نخش في البطولات والانجازات اللي حققوها عشان نخرجهم من هذا الموقف اللي احنا موجودين فيه، لازم نخرج منه سريعا. دانا تقولي ايه لكل الكباتن الكبار اللي قالوا الكلام ده؟ وحشتوني جدا والله، يعني وحشتني ايام المعسكرات وحشتني كل حاجه بجد، بحبكم جدا وربنا معاكم ان شاء الله السيزون ده لحد ما نقدر نكمل معاكم. تمام ياسو. لا خلاص بقى احنا قلنا احنا طلعنا بره فاصل عشان ما نتكلمش. قولي لي تقول لهم ايه؟ وحشتوني جدا لان هم اخواتي فعلا كبار، وحشتني فعلا وقفتكم جنبي، و يعني فعلا احلى معسكرات
كان فعلا معاهم، وكمان معسكر سلوفينيا وحشني جدا، وحشني ان انا العب جنبكم، والضحك اللي كنا بنضحكه في الملعب، وكابتن رانيا وكابتن حمدي وكابتن ياسر وحشني جدا بطريقه غير طبيعيه. طب خلينا بقى نتكلم على انجازاتك وبطولاتك وبقى. عشان تفرحني يعني. نغير، انا عارف، عشان بس اريحك يعني. قولي لي ايه احلى ميداليه اخذتيها في افريقيا او في الدوري او كاس، او اعز ميداليه عليك؟ صراحه ربنا. بصراحه هما ميداليتين. اول ميداليه لما طلعت اول حاجه، اول مره درجه اولى 13 سنه كسبنا دوري وكاس بطلوع روح 3-2 من نادي الشمس، وكنا خسرانين 2-0 وكسبنا 3-2. تاني ميداليه الصراحه افريقيا اللي فاتت، اللي هي كانت في النادي الاهلي. معلش نرد حقنا، معلش إيه عشان الخساره اللي حصلت قبليها لافريقيا اللي قبليها، انا كنت حاضره وكنت موجوده وبتاع وكده، بس يعني انا ما جاليش فرصه ان انا اشارك جامد قوي في البطوله. وكنا انا متربيه من انا صغيره المركز الاول ده بتاع النادي الاهلي بس، معلش. يا جماعه حقيقة. الناس الثانيه بتعافر مع المركز الثاني، ما عندناش مشكله، مين هيطلع ثاني يا جماعه؟ احنا موجودين في كده. فلما تكتشف ان هو لا معلش احنا هنلعب على ثالث ورابع، معلش يا جماعه المركز دي مره واحده في حياتي، في افريقيا في حياتي، واعتقد ان الاهلي في اخر 20 سنه او متزعم افريقيا دائما وابدا بالظبط. فانت كنت اللي هو يا جماعه معلش الكاس ده بتاعي، معلش هاتوا بس كده، هاتوا انت الكاس ده بتاعك اللي بتلعب بيه في حمبي ده بتاعك بقى. فلما جانا افريقيا الثانيه وكنا بقى في وسط ملعبنا، اللي هو معلش ده بتاعي ودي كرامتي وده جمهور بتاعي، انت شايف انا بعمل هي دي كانت اللي هو بقى ايه، معلش يا جماعه الكاس بتاعي. انا كنت جوه البطوله دي، كنت مشاركه جوه البطوله دي، كابتن حمدي الصافي قال لكم ايه تفتكري؟ كابتن حمدي الصافي مبدئيا دايما بيشجعنا ودايما بيدينا بوش كده علشان دايما يبقى عندنا الحماس ان احنا نلعب في البطوله. هو كابتن حمدي قال لنا كيس ده الاول، احنا في ملعبنا ووسط جمهورنا، مفيش اي حاجه تمنعنا ان احنا نرجع كيس. فكان دايما بقى بيشجعنا ويلا وهنلعب وهنعمل، وبجد يعني ما كانش مقصر معانا في اي حاجه. وكابتن ياسر وكابتن رانيا كابتن بيبو ودكتور منا، الناس دي كلها بجد كانت الجهاز بصفه عامه، مش مقصر. الجهاز بصفه عامه يعني، عشان فهم كلهم كانوا بجد بنتعامل مع بعض كعيله يعني، فمحدش كان بيوقع العيله، احنا كلنا مع بعض ماشيين مع بعض بنشجع بعض وكلنا يعني في ايد بعض كده. قولي لي المواقف، بلاش صعبه عشان بس الناس الصعبه، انا قصدي المواقف المهمه في الماتشات، يعني عارفه ان في بونت لازم ارفعه عشان اكسب بيه جيم، تفتكريه؟ ماتش كينيا كينيا. انا ممكن اتكلم عن نفسي، مفيش مشكله خالص. ممكن اتكلم عن نفسي عشان هو ده كان اصعب موقف اتحطيت فيه الصراحه. مفيش، كنا خسرانين وانا دايما بنزل تغييره بلوك. كويس، تغييره بلوك. بلوك كويس. بس وانا ساعتها كنت واقفه بسخن بره، وكابتن حمدي قال لي يلا انزلي، انتوا عندكم في الدايره يلا انزلي. انا بسخن بره طول الماتش يلا انزلي. تمام خلاص، تمام انا مجهزه هنزل. كويس. فنزلت، كان احنا يعني هم ساحبين يعني ماشيين الماتش مقفول. مقفول يعني ايكوال. بونت واحد هنا وبس. او هنا. كويس. نزلت رفعت وحطيت بليس وجي البليس وعملت كل حاجه يعني، انا نزلت رفعت الحمد لله يعني جت. رفعت يعني باصينا لحد يشوط عشان بس الناس تبقى فاهمينها. يعني رفعت لحد عشان يشوط. كويس. خلص الكرة والحمد لله اخر نقطة وكسبنا الشوط، يعني كان الشوط كان مقفول خلاص يعني. الحمد لله يعني ربنا جميل. ربنا كرم. الحمد لله. ياسر ما فكرتيش في الاحتراف؟ يا لهوي. كل واحد قاعد انا هجيبك هسفرك النهارده. الواحد طبعا فكرت في الاحتراف. فكرتي؟ بس الاحتراف بالنسبة لي مختلف، ما اعرفش ليه. دايما الناس اللي عايز تحترف تحترف بره عشان اسمها وبتاع وكده، انا عايز احترف بره عشان اوصل لمرحله ان انا لما ارجع منتخب مصر نقدر نعمل حاجه في بطوله العالم، لان بطوله العالم بالنسبه لنا في السنين الاخيره مش سيدات بس، سيدات ورجال، بقت حاجه اللي هي انا رايح اخسر. لا انا مش رايح اخسر، انا رايح تمثيل مشرف. تمثيل مشرف، انا مش رايح امثل تمثيل مشرف، انا رايح العب على مركز، انا ماليش دعوه بقى الناس دي بتتمرن قد ايه، ما اتمرن قدهم. الناس دي بتتعلم ايه، اتعلم ايه المشكله. فانا الاحتراف بالنسبه لي تعلم يعني. وكمان بقى اللي هو ايه، والاحتراف هيوصلك لمرحله اللي هو في الموقف الصعبه دي
تتصرف ازاي وتاكل ان انا ودانا ما شاء الله لينا مواقف اللي احنا الاثنين بننزل في المواقف دي. هات الموقف. لا دانا اتفرج على دانا لما تنزل جنبي في البلوك ويبقى فعلا هي بتبقى نازله بلوك إيه؟ تقوم نازله لو هي خدت بلوك اتفرج علينا احنا الاثنين بنعمل ايه بقى. روح ايه بجد اللي هو لا عايز الوصف لهم يعني اللي هو عايز الناس تتفرج هي هي دانا تنزل غير ان بقنا مفتوح طبعا اللي هو انت تبص لها احنا الاثنين بنبص لبعض اللي هو احنا عملناها احنا عملنا اللي احنا عايزينه عبرنا لان كمان كابتن حمدي فعلا انا في مرحله يعني دانا تختلف معايا لان انا كان في فتره انا كابتن حمدي كان حاططني لما هنخسر هتنزلي هو كده انت مش اساسي انت هتنزلي لما نخسر في الخساره يا لهوي كان ماتشين هليوبلس كانوا اصعب ماتشين في حياتي لان كنت صغيره جدا يعني افريقيا لما كنت بنزل فيها مثلا واحنا خسرين كنت اتعودت بقى لكن ماتشين هليوبلس دول 2-0 للناس اللي قدامنا هليوبلس بالدار للنار وكان في محترفه مش بتضرب هي ما شاء الله عليها يعني احنا كنا بنتاذي لما هي بتضرب يعني احنا كنا فلما كنت بنزل واخد منها مثلا بلوكات وكان كمان 14 15 اخر جيم واجيب اسات لا ده كان شعور جميل انت بتنزل انا عملت يعني بص يا كابتن حمدي انا عملت المطلوب مني انا عملت الصح فاللي هو بتبقى روح جميله جدا يعني جدا قولي لي عبد الله عبد السلام بيمثل لك ايه؟ مثل اعلى مثل اعلى بالظبط مثل اعلى ما شاء الله عليه في كل حاجه ما شاء الله عليه في تاريخه في لعبه في طريقته في الملعب في ثقته في نفسه لا بجد مثل اعلى وقدوه يعني لاي حد في مكاني في صغيرين ناس كتير جدا يعني ما شاء الله عليه تحبي تتفرجي عليه يعني لما يلعب ماتش تروحي الملعب تتفرجي على كابتن عبد الله بيديكي حاجات مختلفه بيديني يعني هو التكنيك بتاعه لوحده بيخليه اللي هو انا عايز اعمل زيه انا كلمتي معاه قبل كده في الموضوع ده بصراحه ولا ما حصلش منك لقاء؟ لا ما حصلش ما حصلش يعني ما عادش تساليه كابتن ترفع ازاي بتعمل انا عارف الفرق السن كبير اعتقد يعني. لا بس ما حصلش كلام يعني في اللعب بس تتفرج عليه بس قولي لي يا اسو مين مثل اعلى؟ بابا طبعا لا كده انت صح بابا طبعا كده انت عايزه تروحي لا كده عايزه تخشي البيت طبعا عندك حق برضه لا بس هي فعلا من وانا صغيره دادي عايزه اشرفك كل ما بتقدم مين في الطايره اللي كان بصراحه الطايره مثل اعلى انا بختلف بقى ان انا مش ستايل لعب انا السيستم الدماغي اللي شغال يعني كابتن عبد الله كابتن عبد الله عبد السلام سيستم اللعب بتاعه مزاج كابتن احمد صلاح اتفرج عليهم هما الاثنين عاملين كومبينيشن عالي جدا وغير كده بقى المزاج ده ان انت تلعب بمزاج انا هعمل الكوره اللي عجباني احسن ضارب في العالم كابتن احمد صلاح احسن ضارب في العالم ما شاء الله عليه بيلعب بمزاج انا لعيب جامد كويس انا هلعب بمزاجي كابتن عبد الله عبد السلام في ماتش افريقيا في النهائي انا متذكره له فعلا انا مش بصيره بس انا فعلا واحد بيتفرج عليه محترف بيلعب باحتراف مش بيلعب اللي هو تأديت واجب بيلعب باحتراف الواحد بيتفرج كده اللي هو يعني انتوا الاثنين متفقين على كابتن عبد الله عبد السلام وكابتن احمد صلاح وكابتن احمد صلاح كابتن احمد صلاح بس انتوا ما جبتوش سيره البنات خالص صح؟ ما حضرتك ما سالتش كابتن ما سالتش تعالي توصل كابتن تعالي توصل حبيبتي جدا خلي بالك انا هديكي مفاجاه على التليفون قولي الو الو اسالي هو مين الو ايوه قولي له مين معانا؟ عارفه مين معانا؟ كابتن عبد الله عبد السلام كابتن عبد الله ما فيش لقاء في الملعب بيبقى خير لقاء كابتن عبد الله مساء الخير مساء النور يا كابتن خالد اخبارك ايه؟ والله نعم وفضل الحمد لله دانا شوقي بتقول انا يعني كابتن عبد الله عبد السلام بالنسبه لها حاجه كبيره مثل اعلى قلنا لازم نجيبك هي وكابتن برضو ياسو امين نفس الكلام كابتن عبد الله عايزينك تتكلم بكده بقى هسيبك انت خالص في الحديث انت وكابتن دانا شوقي تسالك قلت لها في لقاء حصل بينك وبين كابتن عبد الله قالت لا فهنشوف اللقاء على الهوا كده مع بعض اتفضل ازاي حضرتك ازاي كده انا اخبارك يا ربنا يعزك يا رب ربنا يبارك لك ممكن اسال حضرتك سؤال بتتعامل ازاي في الماتشات المهمه يعني ايه حضرتك وحضرتك داخل الماتش بتعمل ايه بتفكر في ايه طب اول حاجه اسلم عليكم والسلام عليكم ربنا يشفيكم يا رب ويعافيكم كده ترجعوا الملعب احسن لو ان شاء الله انتوا صغيرين وليكم مستقبل ان شاء الله في النادي الاهلي ومنتخب مصر ربنا يكرمكم ويشفيكم ويرجعكم ان شاء الله احسن اول باذن الله رب العالمين ترد بقى على السؤال تاني حاجة اتفضل تاني حاجة طبعا ده هتيجي طبعا من الخبرة وتحمل المسؤولية لازم تتحمل المسؤولية من صغرك طبعا انت بلاي ميكر العقل المفكر بتاع الفريق
انت طبعا هتشغلي طبعا السته اللي معاكي او الخمسه اللي معاكي انت هتشغلين خطهم، فانت لازم طبعا تكوني انت شايله المسؤوليه، لازم تكوني مركزه جامد جدا، لازم تكوني يعني في احلى فورمه وذهنيا وعلاقتك معاهم نفسك كويسه مع اللاعبات كلها طبعا صحابك وزملائك بره الملعب وجوه الملعب وقصر جوه الملعب. هتيجي بقى الماتشات المهمه هتلاقيهم طبعا هم سند ليكي، هتلاقيهم طبعا ابتسامه موجوده بالنسبه ليكي كنت بنات هتلاقي ابتسامه موجوده قدامكم، هتعرف تتعامل معاهم وقت تلاقي فيه الجيم ايكوال او الجيم مقفول هتلاقيهم هم كلهم بيساعدوكي وهيخلصوا معاك كل الجيمات. بس فهي بتيجي طبعا من خبره وتحمل مسؤوليه من صغيره، لازم طبعا تكتري في التمرين جامد، لازم تركزي جامد جدا في التمرين، يعني لو هم بيشتغلوا ساعه انت تشتغلي ساعتين ثلاثه على نفسك اكتر طبعا، وربنا يكرمك ويوفقك ونشوفك كده نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر انت وكابتن بنت كابتن ياسين طبعا ربنا يكرمك. عايز اسالك يا سؤال برضه كابتن عبد الله، كابتن ياسو عايز اسالك سؤال اتفضلي. كابتن عبد الله، ازاي انت كابتن احمد صلاح وصلتوا لمرحله ان انتوا انا بحس فعلا وانتوا بتلعبوا انكم دماغ واحد، او ان انت مثلا لما تبص له او من غير حتى ما تبص له لكنكم بتقوا دماغ بعض، انا هرفع لك الكوره كذا في الوقت الكذا هو بيخش بنفس السيستم، يعني اكنكم حافظين بعض. ما بص يا نور، دي طبعا ما جاتش من يوم وليله ولا جت، يعني جت من احنا صغيرين طبعا احمد اشترينا مع بعض ولعبنا مع بعض كتير، فطبعا لما بتلعب مع حد كتير طبعا بتفهميه بيفهمك، بتوصل بقى لدرجه زي ما انت بتقولي بنوصل لدرجه خلاص بالنظره بنفهم بعض، ممكن زي ما انت فاهمه في الكوره ممكن انا ارفع كوره مقطومه لاحمد، احمد بيحس حته فنيه لما الكوره بتوصل في مسافه بعيده عارف الكوره تيجي فين، فطبعا ده بيجي من التمرين مع بعض من كتر التمارين وبس، يعني مش اكتر يعني فاهماني، طبعا تفاهم بيني انا وهو بقى لنا 20 سنه مع بعض انا وهو، فده طبيعي يعني فاهماني طبيعي عشان انا لعبنا مع بعض حتى لما سافرنا مع بعض احترفنا مع بعض في نفس النادي، فعلى طول انا احمد مع بعض يعني ما بعدناش عن بعض خالص، فالانسجام دوت عمر ما بعد خالص عشان انا واحمد متواجدين مع بعض في النادي الاهلي ومنتخب مصر وحتى ما احترفنا بره. كابتن عبد الله بلاشوه شكرا جزيلا، وان شاء الله قريب جدا هتكون معانا هنا عشان اتحور في كل امور الطايره في النادي الاهلي. شكرا كابتن عبد الله. اعتقد بصي كده النهارده عملت معاكم كل حاجه، كل حاجه كابتن كل عبد الله قلتلكم بنات اصحابكم كل العادات وكلهم بيتكلموا صح. كلمه اخيره للاعبين في بدايه السيزون تقول لهم ايه عشان كده وقتنا بيقفل سريعا؟ لاعبين الفرقه بتاعتنا بالظبط. ربنا معاكم، ان شاء الله السيزون ده هيبقى احسن من السيزون اللي فات، ربنا يوفقكم ويحفظنا جميعا يا رب يا رب، وان شاء الله نحقق كل المراكز الاول في المركز الاول في كل البطولات زي ما بنعمل دايما باذن الله. ياسر طبعا وحشيني جدا ونفسي بجد العب معاكم جدا، بس ربنا معاكم وبالذات طبعا نرمين ومي متولي اخواتي الكبار، بجد ربنا معاكم وان شاء الله تجيبوا كل المراكز وان شاء الله نعمل كل اللي نقدر عليه عشان نلعب معاكم ان شاء الله. كابتن ياسو، كابتن دانا، شرفتوني ونورتوني، وكانت يعني حلقه جميله من الحلقات اللي قريبه ليا فعلا، كانت حلقه جميله جدا، ان شاء الله تقوموا بالسلامه وترجعوا الملاعب باسرع وقت. لكل الساده المشاهدين، كابتن دانا شوقي، كابتن نور ياسين بيوعدوا ان شاء الله ان هم قريبا يكونوا في الملاعب، ان شاء الله يتمرنوا كويس ويتابعوا مع الفريق بتاعهم وان شاء الله ينزلوا الملعب في اقرب وقت. في اخر حلقه اقول لكم شكرا والى اللقاء.